مرحبا مشاهدي قناة حنبل في كل مكان، مساء الخير على سلامتكم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. نلتقي من توا الثمانية غير ربع، نعود بالقراءة والتحليل على أهم أحداث الأسبوع. اليوم كان ربما كانت النقطة فاصلة في ماراثون مشاورات تشكيل الحكومة القادمة بعد أعلان زوز أطراف كانت أساسية ورئيسية في هذه المشاورات عن موقفها. الموقف كان تعليق المشاورات بالنسبة لمشاركتها في الحكومة القادمة. التفاصيل نتعرف عليها تباعا بحضور زوز ضيوف بعد شوية، محمد جلاسي القيادي في التيار الديمقراطي، والأستاذ هيكل المكي القيادي والنائب عن الكتلة البرلمانية لحركة الشعب بين كرتاج وباردو. اليوم زاد شنو قاعد صاير في باردو، برشا حديث، برشا تجاذبات، برشا أخذ ورد، شتائم، تهديد بمنع الجلسة العامة من الانعقاد. هذا الكل نعود عليه بالقراءة والتحليل بحضور كل من محمد حمروني، مرحبا أستاذ القانون الدستوري ومنسق عام شبكة دستورنا، جوهر بن مبارك مرحبا. أهلا وسهلا. عم شتقعد عاقل اليوم؟ علاش؟ خاطر أنا اليوم اتهمت بأني نخلص فيك باش تسب لها عبير موسى. تم بعد نرجعوا. بعد شوية يلتحق بنا محمد العربي جلاسي عن التيار الديمقراطي، مرحبا أستاذ هيكل المكي القيادي والنائب عن الكتلة البرلمانية لحركة الشعب. أهم أحداث الأسبوع وآخر تطورات الشأن السياسي في هذا التقرير للزميلي من نباوي وراجعين. نستهل ريكاب ويكاند لهذا الأسبوع بآخر الأخبار الخاصة بتشكيل الحكومة وبالتحديد الندوة الصحفية للتيار الديمقراطي، والتي أعلن فيها رئيس حزب التيار محمد عبو انسحاب حزبه نهائيا من مشاورات تشكيل الحكومة وعدم المشاركة فيها، مؤكدا أن نواب التيار الديمقراطي بمجلس نواب الشعب لن يصوتوا حاليا لحكومة الحبيب الجملي. كما أوضح عبو خلال ندوة صحفية عقدها حزبه اليوم الجمعة أن التيار الديمقراطي لا يستطيع الحكم إلى جانب حركة النهضة باعتبار أن جميع تصوراتها وأهدافها قائمة فقط على خدمة مصالحها الخاصة حسب رأيه، ملاحظا أن قرار عدم المشاركة في الحكومة القادمة اتخذه المكتب السياسي للتيار. وأشار عبو إلى أن التيار الديمقراطي له تصورا مختلفا للدولة ولمستقبل البلاد، خصوصا وأن المشهد السياسي ما بعد الثورة عرف ظهور أحزاب سياسية تخدم مصالحها الخاصة وانتشار التمويل الأجنبي وابتزاز بعض رجال الأعمال والصراعات بين الأحزاب. نحن كما قلنا في المنطلق رانا معنا ثقة في الأطراف اللي قاعدة تشكل في الحكومة، إذا فما استثناء اللي دي اللي استعملوا فيها لضرب مشروع دولة قانون المؤسسات واللي خدموا مصالحهم حبينا نبعدوها وناخذوا نحن المسؤولية هذه. هذاك الاحتمال الوحيد اللي كان ممكن المشاركة فيه السلطة، جاوبوا رسميا كونه هذا غير ممكن، ونحن قلنا لكم منذ شهرين بالضبط، تذكروا ايش قلنا لكم، بتبعاتهم ما همش يوافقوا وكان ذلك منتظرا. المهم اللي هم توانسه وفاهمين رانا ماناش هاربين فيما يتعلق بالحكم، بالعكس هدفنا ما دام عاملين حزب، ما دامنا ننشطوا في حزب سياسي ولا التيار الكل يحبوا نهار ياخذوا السلطه، اما ياخذوا السلطه حقيقيه مش سلطه مع اطراف تخدم في مصالحها ونحن ساكتين. دائما مع اخبار تشكيل الحكومه قال رئيس الحكومه المكلف لحبيب الجملي في تغريده نشرها على حسابه بتويتر انه سيعلن قريبا عن استراتيجيه كامله تهدف الى انقاذ البلاد ومؤسسات الدوله من الافلاس. وقال الجملي في التغريده ان هذه الاستراتيجيه سيتم تنفيذها بالتنسيق مع مؤسسة رئاسة الجمهورية بعد تسلم عديد الملفات الخاصة بالفساد في أكثر من مؤسسة. ومن أخبار مجلس نواب الشعب، التقى اليوم الجمعة رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي بالأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين التبوبي، والذي أكد أن الوضع العام بالبلاد يقتضي الإسراع بتشكيل حكومة تكون قادرة على تحسين الوضع العام الذي تعيشه البلاد وتستجيب لانتظارات عدة قطاعات. وبخصوص قانون المالية قال التبوبي إنه قانون متسرع لحكومة مغادرة، وعلى الحكومة القادمة الإعداد لقانون مالية تكميلي يتطلع للتحديات الاجتماعية. الشأن الأمني، تطرق وزير الداخلية هشام الفراتي إلى الاستعدادات لفترة نهاية السنة الإدارية، وأكد أنها من بين التحديات التي تنجح الوزارة في رفعها باستمرار على غرار تأمين الموسم الصيفي وعودة التونسيين بالخارج أو تأمين العودة المدرسية. ومن أخبار قصر قرطاج، أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيد صباح اليوم بقصر قرطاج على موكب الاحتفال بالذكرى 63 لعيد الديوانة، وأعرب عن تقديره لمجهودات إطارات وأعوان العاملين في هذا السلك الهام في مختلف أنحاء الوطن. أنها مناسبة للتوجه إليكم جميعا بأصدق عبارات الشكر على ما تقومون به من جهود مثنية في الصحارى وفي البحار
وفي كل مكان من هذه الأرض الطيبة. ومن الأخبار الاقتصادية، قال رئيس الغرفة الوطنية لتجار الفريب الصحبي المعلاوي أن عملية إدخال الملابس المستعملة إلى السوق المحلية ستتوقف بداية من يوم 20 ديسمبر الجاري بعد إعلام المزودين الأوروبيين بصفة رسمية بهذا القرار. وأكد المعلاوي أن الغرفتين النقابيتين الوطنيتين للمؤسسات الصناعية وتجار الجملة لقطاع الملابس المستعملة اتخذتا هذا القرار بمرارة كبيرة أمس الخميس إثر اجتماع وفق قوله. مرحبا بين البرلمان وبين محمد. انا مش نحكي بين البرلمان وكارتاج شنو اللي صار اليوم بين محمد حمروني وجور بن برك. واحد يقول ستضحكون، واحد يقول ستبكون ستندمون. ساكي سوق قال ستضحكون، وقلت لا ستندمون. المهم ان شاء الله ربما اليوم على الاقل فما مساعي، وانا من الدمونة على اليسار 17 ديسمبر 14 جانفي، ولكن ان شاء الله ما يفلحوش في هذا. هكذا ماكي خليني نبدا معاك اخر التطورات جي من عندكم كحركه شعب بيان، تحدثتم فيه على تعليقكم كحركة شعب مشاورات مشاركتكم في تشكيل الحكومة القادمة، حكيتوا على عدم قبول للأسلوب وللمنهج اللي يعتمد فيه الحبيب الجملي. علاش توا مثلا القرار هذايا مشيتوا بعض بضعة أشواط، قابلتوا قداش من مناسبة، ولكن شنو هي اللي كانت ربما النقطة الفارقة واللي خليت حركة الشعب تتخذ قرار تعليق المشاورات؟ هو حركة الشعب تفاعلت إيجابياً مع رئيس الحكومة المكلف وزارته أكثر من مرة بطلبه، وقدمنا له مقاربتنا بسيطة ماهيش معقدة، تتعلق بمنهجية تشكيل الحكومة، لأنها منهجية تشكيل الحكومة تشكل ضمان لنجاح هذه الحكومة. بعثنا له رسالة مطولة، طلبنا منه أنه يصدر عنه إعلان سياسي. الإعلان السياسي هذا يبين لون الرجل، ماذا يريد، أين سيذهب بهذه الحكومة. فها الخيارات الكبرى والعناوين الكبرى لحكومته، خاصة في المسألة الاجتماعية والاقتصادية، في مسألة السيادة الوطنية، وخاصة هل أنه سيتوجه إلى شركاء آخرين في هذا العالم من أجل تحقيق التنمية، شركاء تنمية حقيقيين. طرحنا أسئلة في العمق تخص السياسات المالية والنقدية في تونس، وما هو موقفه من استقلال البنك المركزي في هذه المرحلة الخطيرة التي تمر بها البلاد واقتصادها. طرحنا جملة مسائل حبينا يوضح لنا المسألة، حتى يوضح له حتى لي هو من سيشارك معه ومن لن يشارك معه، إلا أنه أصر على معناها نفس المنهجية. المنهجية هذه جربت سابقا 8 سنوات، والحكومات المتعاقبة اعتمدت نفس المنهجية، منهجية المحاصصات الحزبية ومنهجية هيا الناس الكل لفقوا ما بين ظفرين، حكومة وبرنامج وهيا ماشينا مع بعضنا. اعتقد وفي حركة الشعب نعتبر ان البلاد لا تحتمل هذا، لا تحتمل فشل جديد. رئيس الحكومة نبهناه انه بهذه المنهجية يسير مباشرة إلى الفشل، وفشل آخر مراكم سيكون له تداعيات خطيرة وخطيرة جدا على تونس، خاصة ونحن نشاهد المنطقة كاملة في موجة أخرى من الثورات، موجة ثانية من الثورات، والمسألة الأمنية ما زالت هشة، والمسألة الاقتصادية والاجتماعية اليوم في أنا موجود في لجنة المالية ونشوف في الأرقام المفزعة حقيقة اللي 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 تثبت فيها سياسات معينة، نسبة تضخم فاقت 7%، نسبة مديونية فاقت 90%، موارد الدولة معناها في القاع، معناها مسائل خطيرة برشا موجودة. هذا كنا نتصوره في حركة الشعب أنه يقتضي هذا الكل تكوين حكومة قوية بحزام برلماني واسع وقوي، وكذلك حزام شعبي. من هنا جاءت تسميتنا لحكومة الرئيس، لما للرئيس من حزام شعبي يمكن أن يسند الحكومة هذه، وأنه يخلي حتى قراراتها الموجعة يكون عندها صدى شعبي وحزام شعبي يضمن لها الاستقرار. لا وجود لبرنامج طموح واستثنائي. شو كان جوابكم الحبيب الجملي في مختلف اللقاءات؟ والله أجوبة عامة، الحقيقة أجوبة عامة. حبيب الجملي سيد رئيس الحكومة المكلف كانت أجوبته عامة، نحس به أنه كان مقيدا، وكأنه معناها زمام الأمور ما ليس بيده.
معناها مصر على منهجية أثبتت خطأها، ما عندوش تصورات لخطورة المرحلة. نعتقد لأنه اللي يتصور حقيقة أنه يعرف مدى خطورة المرحلة سيقطع مع الأسلوب التقليدي والمنهج التقليدي في تشكيل الحكومة. طلبنا منه هذا. آخر لقاء بيناتكم وقتاش كان أستاذ؟ آخر لقاء كان مع الأخ الأمين العام في أول أسبوع هذا. معناها تواصل هو الأخ زهير المغزاوي، ولكن كان مصر على عدم أطلعكم على الأطراف السياسية الأخرى والحزبية اللي باش تكون الحكومة؟ لم يطلعنا على شيء. الحديث كامل كله عام. في مرحلة أولى قال أنه لن يكون هناك مشاركة لحزب قلب تونس، ثم تراجع عن ذلك. الآن هو بصدد تشكيل حكومته من إذا لم يكن هناك تيار وحركة الشعب. معناها براتيكمون تلف الكرامة، خاطر سبق وقال وأنه إذا كان قلب تونس باش يكون مشارك تلف الكرامة سيكون في المعارضة. شوف السيد حبيب الجملي ما استوعبش الرسالة، رسالة الناخبين جيدا. ما استوعبش أنه ما يسمى بأحزاب الخط الثوري يجب أن تحكم حتى إن كانت لها شروط، وهي شروطها معقولة وشروطها فيها ضمانات. التيار الديمقراطي ما معنى أن تكون وزارات السيادة محايدة، هذه يجب أن تكون حكومة سياسية بامتياز، ومن حق التيار الديمقراطي أن يطلب وزارة الداخلية، وضمان لكل التونسيين أن يكون حركة الشعب والتيار الديمقراطي في وزارة الداخلية. وماذا يعني أن لا يسيج حكومته بإعلان سياسي؟ يا أخي هو ما عندوش تصور للدولة والمجتمع، ما عنده حتى شيء، ما جاي كيك يجرب. هو نعتقد أن عنده تصور للدولة والمجتمع، هذا التصور يعلن عليه تو يبان شكون معاه وشكون ضده. إذا كان هو كان مؤمن بالدور الاجتماعي للدولة حقيقة، سيكون الأحزاب النيو ليبرالية واحد ما تكونش معاه. إذا يكون هو معاه توسيع دائرة شركاء تونس والتوجه إلى دول أخرى صديقة، طبعا من له ارتباطات بدوائر معينة في فرنسا وغيره، لن يكون معه. وبالتالي نحن أردنا أن نثبت شروط النجاح من خلال إصرارنا على الإعلان السياسي للحكومة وتغيير منهجية تشكيل الحكومة. إلا أن إصرار السيد رئيس الحكومة المكلف نقول له بصراحة سيكلف تونس غاليا هذا النهج، ستفشل. وإن شكلت حكومتك وحظت بالأصوات ستفشل، ونحن لا نريد المشاركة في الفشل، نريد المشاركة في النجاح. حمد عربي أجلاسي مرحبا، شكرا على قبول الدعوة. باب المشاركة في حكومة الجملي أغلق نهائيا. نكره المبني إلى المجهول. باب المشاركة متاع التيار وحركة الشعب في حكومة الحبيب الجملي أغلقه سي الحبيب الجملي، على الأقل في علاقة بالتيار وفي وجه التيار، البارحة عندما دعا سي محمد عبو، سدعاه، تفضل بحذايا سي محمد، عندنا ما نحكيو. احنا قلنا متمسكين بشروط النجاح اللي وضعناه، واللي هي اكثر منها ضمانات نجاح اكثر منها شروط التيار الديمقراطي. هو في وقت من الاوقات بطريقه غير رسميه اون اوف قال اي سيدي العدل والاصلاح الاداري ونحكيو في الداخلية. رجعنا قلنا حتى العدل سامحوني راهو ما نجمش، ومش انا داخلين على 5 سنين، مش انا مش مني من الاخرين يظلي بدايه مشجعه على الاخر، راهم الاخرين ما يحبوش. وهوني المبني المجهول شكون الاخرين يا اخي؟ مش قال انا نتحمل مسؤوليته وما عنديش فيتوات. قلت ليه؟ بالعكس، غيرهم. نحن نعتبر ان شروط حركه الشعب والتيار الديمقراطي متكامله. لا هو سؤال انكاري، وهي ضمانات، واحنا مصرين على طلبات التيار الديمقراطي، كما ان اعتقدنا التيار الديمقراطي مع المنهجيه هذه انها خاطئه. نحن نتكامل نحن والتيار في طلباتنا، ولم نقل يوما ولحظه، بالعكس بالعكس تماما، ونالوا من حق التيار الديمقراطي انه يطلب الوزارات هذه. ولماذا تكون هذه الوزارات وزارات محايده؟ ومعنى أن تكون على مساله الحياد نقلكم قالوا ليه، فما شكون قال ليه؟ قالوا ليه؟ الوقت السيد الحبيب الجملي في اكثر من تصريح وقت اللي خرج وقال الحكومه حكومتي وساتحمل مسؤوليتي فيها، والقرار باش يكون قراري، ولن اخضع لاملاءات وشروط اي طرف من الاطراف حتى لو كان الحزب الذي كلفني، يعني حركه النهضه. دوك اليوم شكون ينجم اثر عليه وقالوا ليه وسمع كلامه سورتو؟
باش ندخلوا في التأويل. احنا عندنا بعض المعطيات اللي كالعادة فما البلون اللي صار يظل في رئاسة البرلمان صار في الحكومة، ونحكي على معطيات انه يظل كان فما لقاءات ضد التلافز، خاطر احنا وجوه تلافز وباهين وننور ويظل يتناقش معنا الحكومة، اما الحكومة تتعامل مع الناس اللي ناويين يكملوا بهم كما كملوا الخمس سنين اللي فاتوا. نرجع ونفسر هذا اللي يلزموا يتفهم توا يلزموا يتقال. اللي كي طلبنا داخليه وعدل بالذات باش نحكي عليهم علاش طلبناهم توا بقطع حبل شعره معاويه اللي تقطعت البارح من طرف سيد رئيس الحكومه والحزب المكلف بتشكيل الحكومه. احنا قلنا الخمس سنين اللي فاتوا مشاو بالاحزاب الحاكمه حتى ايديها على العدل والداخليه. تفكروا اخر ندوه صحفيه عملناها في البرلمان كانت عملتها الكتله الديمقراطيه وغيرها من الاحزاب المعارضه، كتله الجبهه الشعبيه زاد وقتها، قلنا راهو فما ابتزاز لرجال اعمال، راهو خمس سنين العباد باقي تحكي على قضاء نور الدين البحيري حتى بعد ما خرج من الوزاره عنده ستة ولا سبعة سنين، نحكيوا على استعمال ملفات، نحكيوا على عدم استعمال اجهزه الدوله لمقاومه الفساد الحقيقي، نحكيوا على شبهات استغلال اجهزه الدوله. انتم مشاركين في الشيء هذا امر واقع ما نجم حتى حد ينكر، حتى كان مش عاملين الاخرين كالعاده هم اللي عملوا، انتم مشاركين وساكتين. ارفعوا ايديكم على ادوات الابتزاز واجعلوها في ايدينا لتكون ادوات اصلاح. يقولوا غالطين في رواحهم، يقولوا دعوه، على الاقل لم نجرب في هذا على عكس غيرنا. ولنا من التواضع اليوم مش نحكيو مع التوانسه نقولوا من اللي صار بالضبط. اللي صار بالضبط فما حاجات ممكن حتى توا اصدقائي في الطيارة يسمعهمش يتغشوا علي. في وقت من الاوقات عملنا خطوه في اتجاه سيد رئيس الحكومه المكلف وعرضنا زوز اسامي مستقلين لوزاره الداخليه، انا شخصيا كنت ضد مثلا. شكون هم الاسماء؟ لا نجمش نقول اسماء، نحر الشعبات مستقلين اليوم ونتسموا على التيار الديمقراطي على غير شيء والله كان جاي محامي وقاضي سابق هذوما هما فوالا صحيت. دونك هذوما اللي اقترحناهم والله من غير حتى تفويض المجلس الوطني نتاعنا، ان شاء الله ما يتغشش عليه ما يسيليش مجلس تاديب انا في التيار، لكن عملنا الخطوه هذه وقلنا سيدي نرجعوا للمجلس الوطني من بعد نتاعنا حتى كان اتفقنا كان في مصلحه للبلاد كان في مصلحه للبلاد نقنعوه نمشي ونلقاو تراجع. واللي قلقني مش تراجع ابري تو اخي، تنجم تصير حكومه من غير تيار وتنجم تنجح البلاد من غير تيار وشعب، وان شاء الله تنجح. ولليوم نقولوا يا ربي نطلعوا غالطين، خاطر انا في الاخر كان نطلع غالط سياسيا لكش نستفاد اجتماعيا، راه ولدي يقرا في المكتب وانا نخدم في البلاد هذيا، وكي يصير رخاء اقتصادي وتتحسن الامور ظروفي الشخصيه تتحسن، ما عنديش رون اخرى بار خدمتي وبار خدمه مرتي وبار قرايه ولدي، هذاك علاش نخدم انا كل صباح. دونك ماذا بيا نطلع غالط. اما المؤشرات مش ايجابيه، علاش؟ شهرين نسمعوا في نفس اللبانه، نفس الحكايه تتعاود، نشوفوا مع بعضنا، نحكيوا مع بعضنا، نعملوا نقولوا كلمتين نوخروا بعديك عليهم. في الاخر في الاخر في الاخر حكيت وين على استقلال سيد رئيس الحكومه المكلف، ولن اسحب عنه هذا الاستقلال لانه مش منخرط في النهضه، لكن للاسف لم يستقل عن عقله السياسي ولم يستقل عن العقل السياسي للجزء اللي داخل حركه النهضه اللي مازال يحب يواصل الخمس سنين اللي فاتوا. ونرجع ونقول احنا دخلنا في الصراحه، دخلنا في الصراحه، ما اقترحوش علينا عبد اللطيف المكي وقلنا لهم لا احنا حركه النهضه، يظل رساله واضحه. ما فهمتكش. معناها ما اقترحوش علينا رئيس حكومه اسمه عبد اللطيف المكي واحنا قلنا لهم لا جيبوا مستقل. ما اقترحوش علينا اليوم برنامج عمل واحنا قلنا لهم ما ندخلوش معاكم، ما اقترحوش علينا وزارات سياده فيها شخصيات وازنه واحنا ما دخلناش معاهم. في كل مره كنا ننتظر منهم شجاعه، نكمل النقطه هذيا. لا جوست في كل مره ننتظر منهم. شو وضع الحكايه هذه؟ علاش قلت لك يعني فما جمله ما فهمتهاش. يعني تقصد لو كانت حركه النهضه اقترحت من البدايه يعني يكون عبد اللطيف المكي هو رئيس الحكومه وهو من النهضه من قياده النهضه ما كنتوش تقولوا ليه؟ التيار ما يقولش ليه؟ وهاو نجاوبك على الحكايه هذه. احنا نعرفوا اللي مستحيل يقترحوا ناس من جزء معين كانوا ضد الخمسين بتاع التوافق، والاخر لحظه نتمناو انهم يكذبونا. وللاسف اليوم سيد رئيس الحكومه المكلف اختار ثنيت من غير التيار من غير حركه الشعب، يظل حسابيا المسألة واضحة مع شكون باش يحكم، باش يحكم مع قلب تونس ومع ممكن كتل أخرى والسلاح الوطني والسلاح الوطني. الثنية هذيا أو نعاود نذكر حاجة أخرى، ما نلومهمش مع شكون يتحالفوا، هذوما الناس في الشعب في حتى الشعب في البرلمان حقهم يتحالفوا معاهم، لكن كان ناويين يعملوا خمس سنين كما خمس سنين اللي فاتوا رانا ما عادش سبعة ولا ثمانية ناس في الكتلة الديمقراطية، رانا الكتلة الثانية في البرلمان. اخدموا ربيعينكم ونصفقوا لكم وننحنوا لكم، تعطلوا وتعثروا بنقص خبره وبسوء اداء كما تعثرتوا في قانون الميزانيه التكميلي، تتلم الكتله الديمقراطيه وتعاود تصوت لكم على قانونكم اللي ما نتوش 75 باش البلاد ما تقفش. اما ابتزاز فساد
تسيب راهي الكتلة الديمقراطية ما هيش باش تسكت بالمرصاد. محمد حمروني، فما تناقضات الحقيقة بين اللي قاعد صاير اليوم باللي بين اللي سمعناه من عند زوز أطراف سياسية أساسية في المشاورات تاع تشكيل الحكومة، وبين ما قال هو ما صرح به الحبيب الجملي رئيس الشخص المكلف بتشكيل الحكومة القادمة. توا 24 ساعة التالي وقت اللي يقول فما تقدم، وقت اللي يقول البرنامج واضح، وقت اللي يقول صار توافق بين جميع الأطراف على الإصلاحات الكبرى، على مقاومة الفقر، على محاربة الفساد، ورانا توا ديجا قدمنا بدليل وان وصلنا فقط للمرحلة متاع تقديم السيفيات والمقترحات وباش نمشيو في الأسماء. سكيني بالوكا اليوم محمد حمروني قاعد تسمع يعني تناقضات مش في هذا برك، تناقضات حتى في الخطاب اللي كنا نسمعوا فيه توا بين الطلبات اللي سمعناها في بداية بعد الانتخابات متاع الإصرار على أن تكون رئاسة الحكومة مستقلة، واليوم نسمع لو كان تعين عبد اللطيف المكي كنا نقبلوا به. ما أنا منيش فاهم هذا كيفاش تفسر لك محمد تفسر في الموقع ما يصيرش فسر لي. احنا اليوم أمام محاكمة لسيد الحبيب الجملي، أنا ضد تعيينه وقلت هذا في البلاتو هذا وترجعوا للفيسبوك نتاعي أنا هذا، ولكن اليوم غير معقول أنه نقيم محاكمة للرجل وهو غايب. إيش معنى محاكمة؟ محاكمة اللي قاعد صاير محاكمة الآن. علاش محاكمة؟ يعني نحن ناس تحكي زوز أطراف تحكي وإحنا ماناش عارفين حقيقة المفاوضات، ما فماش طرف آخر يمثل سي الحبيب الجملي باش يعطينا حقيقة ما جرى ويردوا. أنا مانيش حاضر في المفاوضات باش نتكلم ولست مطالبا بالدفاع عليه أو واحد، ولكن المفروض أنه يكون فما طرف يمثل سي الحبيب الجملي باش ينجم يرد عليه أو يرد على مقيم وينور الرأي العام. هو اليوم الحبيب الجملي طرح عليه السؤال وعلموه دقيقة محمد، قالوا له راه فما زوز أطراف علقت مشاوراتها في الحكومة، قال حرفيا هي حرة في اختياراتها. مش هذا الإشكال، إشكال نحن اليوم أمام محاكمة لحركة النهضة وعودة لاتهامها بالفساد وغيره وكذا بدون أي دليل، ومحاكمة لسي الحبيب الجملي هو في غيابه أو في غياب من يمثله. أنا في اعتقادي هذا غير معقول، ولكن معناتها هذا الواقع. لأن نرجع للتناقضات في الخطاب اللي أنت كنت تحكي عليه، يعني احنا قلنا من الأول وخلينا نكونوا واضحين بالنسبة لي أنا وكتبت هدايا التيار وحركة الشعب من الأول عارف اللي هما مش يدخلوا في الحكومة، مش باش يدخلوا كان واضح من البداية، وهذا كلام قالوه الناس الكل، وعارفين أنه ما وقع كان مجرد مماطلات وحتى لا يقع اللوم وتحميل المسؤولية على طرف معين بأنه هو تسبب في هذا. هذا ما يعنيش اللي فما ناس صادقين في التيار وفي حركة الشعب بيحبوا فعلا المشاركة، ولكن الرأي اللي كان واضح والغالب أنه من البداية، وهذا قلت لك كتبته أصلا أنا معناتها هذا موجود في افتتاحية الرأي العام، في أحد افتتاحية الرأي العام، أنه هذا كان واضح الموقف من البداية. اللي يقع الآن هو تخريجات في اعتقادي لهذا الموقف لا أكثر ولا أقل. وقلنا في نفس المنبر هذا قلنا أنه راه مسألة مشاركة في الحكومة مسألة إرادة، ولو كانت توفرت إرادة حقيقية باش الناس تشارك في الحكومة سيقع تجاوز كل العقبات. في نفس هذا المكان قلت ولكن لو لم تكن موجودة هذه الإرادة فسنخلق كل مشكلة نخلق منها يعني عقبة حتى لا نصل إلى تشكيل الحكومة. الناس اللي تحكي على يعني رسالة الناخبين، احنا الكل ما فهمناش رسالتنا، الحزاب الكل ما فهمش رسالة الناخبين، مش كان سي الحبيب الجملي، وانا مانيش عارف انا اسكو عنده اعلان سي الحبيب الجملي ولا باش حد في بلاصته، لان في بالي انا عنده بيان بيان معناتها حكومي وبيان سياسي جاهز بالنسبه لي باش يعنوا، هل هذا هو المطلوب من طرف الشركاء السياسيين نتاعو ام لا؟ انا مانيش عارف شكي بين الحكومه اللي باش يتلوه نهار الجلسه العامه تاع الثقه، يعني البيان في برنامج نوع من برنامج سياسي باش يعنوا، وقال انه راهو جاهز وهو باش اللي على تويتر معناها التغريده نتاعو على تويتر سيقع الاعلان الاعلانالي. انا في اعتقادي المشكل ماهوش انا، المشكل ماهوش في الواحد، انا يعني فما تناقض في الخطاب بين انه كيفاش كنت تطالب اليوم برئيس حكومه مستقل والناس كل ضغطت في هذا الاتجاه، ومن بعديك اليوم يولي الاشكال في انه هو مستقل. واحد اثنين، كيفاش انت تطالب بتحييد رئاسه الحكومه سمعتها مستقل وتحييد رئاسه الحكومه وتمانع تحييد وزارات السياده، شنو المنطقه هذا؟ كيفاش يعني انت تطالب من حقك انك تطالب بتحييد رئاسه الحكومه وان يكون رئيس الحكومه مستقل وتصر في نفس الوقت انه لا يجب تحييد وزاره السياده؟ علاش لا يجب تحييد وزاره السياده؟ لماذا؟ اما نحن ما كانش هذا مطلب الناس الكل تحييد على التجربات السياسيه، لاش بنتك باش تشد وزاره الداخليه ووزاره العدل ولا كذا، يعني انت باش تخرجها نبي مرسل انت معناتها باش تخرجها على التجربات السياسيه؟ احنا المطلوب اليوم فما وزارات تقنيه بالاساس مفروض انها تبعد على التجربات السياسيه. حتى واحد ما هو منزه وعيبا انه نتهم ناس او نجبدوا في البحير ونجبدوا في كذا، اللي عنده ملف تاع فساد ضد اي شخص يمشي للقضاء. اما نبقاو نرميو في كلام 5 سنوات اللي فاتوا واللي الناس مازالت تنتقد فيها، شنو خرجنا البلاد من
شنو وصل البلاد من 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 2014 ل 2019؟ شنو اللي وصل التيار وحركة الشعب اليوم للبرلمان لولا الانتخابات الأخيرة؟ وش وصلنا للانتخابات الأخيرة؟ ما هو صار تاع خمس سنوات دفعت للأسف باش ندافع على النهضة الآن، دفعت النهضة الثمن والتكلفة نتاعو، تضحيات وتنازلات وقبلت بوزير، ورغم ذلك حملت كل كل المسؤولية على المسار هذا. بينما الأطراف اللي تحكي اليوم واللي زعما معناتها تحدث بأنه الموجة الثورية اللي جابتها، وينك في الخمس سنوات؟ وينك في التصدي لكل المؤامرات اللي كانت تسعى إلى تعطيل الانتخابات؟ أنا في اعتقادي ما مش هذا المسار اللي لازم تاخذه البلاد، رغم كما قلت أنا ضد أصلا أنه فكرة أنه يكون مقرب أو كذا من حركة النهضة في رأس الحكومة. كنت أتمنى وقلت الكلام هذا قدامك أن يكون مستقل حقيقة ويكون كفاءة وطنية مستقلة، ولكن زاد ما في اعتقادي لا يجب أن نذهب في بعض المغالطات حتى نبرر اليوم موقفنا قدام الناس. كنت أتمنى لو عنده موقف من المشاركة في الحكومة لو قالوا بشجاعة من الأول، قل نحن هذه حركة النهضة. الكلام اللي قاله شي محمد عبو اليوم من أنه ذو أطراف كذا وكذا وكذا ونختلف معها، مفروض يقولوا من البداية مش توا، يقول هذا الطرف لا يمكن أن نتفق معه وما نجموش شكله مع حكومة. هذا شقال اليوم ولا المفروض يقولوا من البداية مش بعد ما بعد شهر وكذا مفاوضات. هذا هو الموقف الحقيقي، أنه فما أطراف ومن حقها عندها موقف من حركة النهضة إيديولوجي سياسي اللي تحب أنت من حقها، ما لكن تعنوا من الأول وتقولوا للناس وتتحمل شجاعتها في أنه تكون تقول بشجاعة نحن لا نريد أن نحكم هذا الطرف. جوهر بن مبارك، مازال أسبوع في عمر المدة الدليل الدستوري الأول على أن يعلن رئيس الحكومة حكومته وتشكيلة حكومته القادمة، ولكن للأسف نقولنا للأسف لأنه خسرنا شهر وقت اللي قاد حركة النهضة المشاورات وزدنا خسرنا تو ثلاثة أسابيع، خسارة أنها تكون النتيجة هكا اليوم، خسارة خسارة كبيرة ومضيعة للوقت وخاصة إحباط للتونسيين والتونسيات. يعني بعد موجة الأمل اللي جات بعد الانتخابات حسينا أنه التوانسة تفرهدوا شوية، شافوا كانوا ينتظروا شيء جديد، كانوا ينتظروا طريقة أخرى لممارسة السياسة، طريقة أخرى للتعامل بين القوى السياسية، أرسلوا رسائل قوية للطبقة السياسية بتصويت مكثف خاصة في الدور الثاني الانتخابات الرئاسية، رسائل وحدة، رسائل تصميم، رسائل أمل، رسائل استقامة، رسائل محاربة فساد، رسائل سياسية ذات مضامين سياسية، وكانوا ينتظروا رياكتيفيتي رياكسيون بوزيتيف من الطبقة السياسية وطريقة جديدة ومنهجية جديدة وتعامل جديد وفهم واستيعاب وتعامل بكثير من مسؤولية من المسؤولية والتواضع والتواضع مع تصويت الشعب التونسي فاس اسكوتان بوبولير. هذا اعتقد انه الامور اليوم ماهيش واضحة بكل أنه دخلنا في مآزق ومنعرجات ما يشي باهية بالكل. أنا أعتقد أنه فما ارتباك من البداية، ارتباك في منهجية إدارة العملية صيغة الحكم المقبلة للخمس سنوات القادمة، وهذا السبب متاعه أعتقد هو قراءة غير دقيقة للتصويت الشعبي وإرادة التونسيين كما قلتها من البداية. كان من المفروض، وهذه هي راه نتائج الانتخابات الواقعية والحقيقية، أنه فما خط سياسي إجمالاً فيه راو يعني يعني الطيف واسع، ولكنه فما خط سياسي، فما عملية ناظمة، فما عملية رابطة حتى بين الانتخابات الرئاسية والانتخابات التشريعية ظاهرة، العملية الناظمة للعملية ظاهرة، لكن على مستوى البنية البرلمانية والبنية السياسية هناك معطيات، هناك معطيات وهناك موازين قوى داخل نفس الخط السياسي هذا المرشح مفروض أنه يحكم لأنه عنده مجتمعا الأغلبية. كان من المفروض من البداية فتح طاولة مستديرة وجمع كل الأطراف من الليلة الأولى والأسبوع الأول، جمع كل الأطراف على طاولة، هذا ما أعطانا إياه الشعب وكيف الآن سنتصرف في هذا بعقلية الشراكة الحقيقية، بعقلية الانخراط والانضباط والإقدام والالتزام والشراكة الحقيقية. هاوش فما كان يمكن هذايا أنه يعطي ديناميك مختلفة من البداية، ما نوصلوش للتصريحات وللمطالب في وسائل الإعلام والصراعات والمناكفات اللي وصلنا لها اليوم. كان يمكن أنه نقول هذا هو مربع الجميع،
مانيش نعطيك، ما عندي ما نعطيك. لماذا تعتقد مثلا حركه النهضه انها لانها عندها 52 نائب ولا 54 نائب تعتقد انها عندها الحكومه ويمكن ان تعطي لهذا الطرف او ترفض ان تعطي لذاك الطرف؟ لا، كان من المفروض من البدايه القول ان هذا ما اعطانا اياه جميعا الشعب، الان كيف سنتصرف فيه بما يخدم مصلحه البلاد ومصلحه الشعب. لو كان هذا يقتضي ان اتنازل اتنازل وساتنازل من الان من البدايه، علاش نخليه شهر يتعدى باش نوصلوا الى التنازل الاول؟ نقدم التنازلات من البدايه، افتح الطريق من البدايه واتصرف بطريقه مختلفه تماما على المستوى المنهجي، هذا يخلق وضعية نفسية مختلفة وإطار نفسي وسياسي مختلف لإدارة المفاوضات. هذا يخسرنا مدة طويلة، الشهر الأول تقريبا قبل حتى وقت اللي كانت حركة النهضة تقود المفاوضات. ثم بعد تكليف سي الحبيب الجملي هناك إخلالات أخرى دخلت على العملية، إخلالات في الإحاطة السياسية بالعملية، وكأنهم قالوا للرجل اذهب وقاتل وحدك ونحن هنا قاعدون ننظر إلى المشهد، إلى أين ستصل. مسألة ليست بهذه الطريقة، وهذا أدى إلى عملية بناء مفاوضات بطريقة منهجية غير دقيقة وغير سليمة. يعني توسيع قاعدة المشاورات وتلم الناس الكل حتى لمجرد وأنك تسمع كانت غالطة من الأول الجوهر، معناه كان على السيد الحبيب الجملي أنه يركز الجهود ويربح حتى الوقت على مستوى من الأول عارف يمشي الأطراف اللي باش يتشارك معاه في الحكومة باش تكون له حزام سياسي يمشي ويتفاوض معاه وحده. أنا كنت دائما وقلت أنه السيد الحبيب الجملي يعني وافد على الحياة السياسية وعلى الطبقة السياسية، كان المفروض أنه ياخذ مدة لتعريف بنفسه لدى الفاعلين السياسيين وهذا طبيعي، ولكن مسألة بنية المفاوضات هي اللي تقلقني شوية. فما مفروض أن تتبنى على ثلاث مراحل، ثلاث مراحل. المرحلة الأولى هي مرحلة الصيغة السياسية، بل ما ندخل نتفاوض معه أني مش نضبط صيغة سياسية، وهذا اللي طالبت به حركة الشعب في البيان السياسي العام، بمعنى أني سأحدد أنا معناها رئيس الحكومة المكلف سيحدد ما هي الاتجاهات العامة لبناء صيغة الحكم، مش يحدد فقط السياسات العامة للدولة في المستقبل، وإنما ضبط وحكم وأحكام الصيغة السياسية. هذا يقتضي أنه يحط الأطراف اللي يخمم أنه يجيبني معاها الصيغة الحكومية على نفس الطاولة الناس كل، وهي نبنيه مع بعضنا الصيغة، أننا نتفق في الالتزام أننا سنذهب معا، وما نحطش كما قلت المرة الأخرى بيض جزء من البيض في هذه السلة والجزء الآخر في السلة الأخرى. أضع بيضي كاملا مع الجميع وبيض الجميع كاملا وضبط الصيغة السياسية. ثم المرحلة الثانية، وهوني أنا نختلف يعني في المنهجيات اللي ربما نسمع برشا كلام شعبوي على مسألة كيفية بناء الحكومات، أنه المرحلة الثانية أنا أعتقد هي مرحلة تركيب الحكومة، بمعنى تشكيلة الحكومة بعد ما تتفق الأطراف السياسية التي ستذهب معا إلى الحكومة. المرحلة الثانية مباشرة هي تشكيل هذه الحكومة واختيار وزرائها. المرحلة الثالثة هي مرحلة ضبط البرنامج، لأنه سمعناها مسألة أنا ما نفهمش كيفاش تجي تعمل لجان تخدم وتضبط في البرنامج بتفاصيله، واللي مش ينفذوا البرنامج هذوما اللي هما الوزراء اللي كل واحد مش يشدد معناها ديبارتمان كامل غايبين مش هوني ما شاركوش في وضع البرنامج هذايا. كيفاش يعني من المفروض ان الوزير هو اللي مش مفروض انه مش ينفذ البرنامج بعد تركيبه الحكومه؟ يتم اختيار تركيبه الحكومه وتشكيلها، وكل وزير سيشكل لجنه مع بقيه الاحزاب المشاركة في الصيغة السياسية المتفق عليها لضبط برنامج وزارته مع مجموعة الأحزاب، هو يقود العملية لأنه هو مش ينفذها، الوزير هو اللي يقود العملية، مش نجي نحضر برنامج. هو هكا باش بدير الحبيب الجملي يقول أولا برنامج الحكم، اثنين إعادة هيكلة مركز الحكم في القصبة، ثلاثة الإجراءات العاجلة، ورابعا الحقائب الوزارية. أنا أعتقد أنه هذايا فيه استجابة ربما لمطالب نسمعوها ديما. احنا ما وديما خطر عنا الشعبويه نموت عليها المحاصه والمحاصه هاي تحبوا تعملوا حكومه من غير برنامج؟ ما هو البرنامج وبعد جيبوا له الرجال اللي مش ينفذوه. دوك بدا بالبرنامج خطا كبير.
شنو هي حكومه تضبط لها لجنه خبراء الله اعلم منين جايه معناها برنامجها ومن بعد نجي للوزير نمد له دوسي نقول له نفذ لي هذا يا اخي شنو هي جايب اجنت ديكزيكيوشن ولا جايب وزير الوزير هو اللي يقود عمليه وضع البرنامج لوزارته وتصوراتها في اطارها الصيغه هذه ثلاثه مراحل كما قلت لك هي اولا مرحله ضبط الصيغه السياسيه وهذا للاسف ما تمش لحد الان فماش ضبط دقيق للصيغه السياسيه اللي ماشيين لها ثانيا تشكيل الحكومه وعلى الاقل في وزاراتها الاساسيه يمكن يقعد الاختلاف في النهايه مش طوال المفاوضات حول ثلاثه او اربع حقائب ربما عليها خلافات الى اخره ولكن تكون عندك صيغه واضحه للحكومه ثم تنشغل هذه الحكومه المكلفة واللي فما حكومة مكلفة بوضع البرامج التدقيقية للوزارات ولسياسة الحكومة في المرحلة القادمة هذا كله تم بالمقلوب أجزاء اقتضمت منه وأجزاء ما تمش احترام الترتيب فيها ثم المسألة الثالثة هي مسألة التعاطي مع مطالب الأحزاب التعاطي مع مطالب الأحزاب أعتقد أنه بعد ما خرجت الأحزاب وعملت خطوة إيجابية كان من المفروض عدم تركها ترك أي فرصة أنه أي طرف يوخر خطوة التالي مادام الناس كل عملت خطوة القدام نبني عليها نستثمر فيها وندعمها وندفع الجميع إلى الأمام لما الأحزاب اللي من الأول جاتك بشروط وشفتها أن شروط سابقة الأوانها وشروط إلى آخره وما عبرتش على التزام واضح أنها تشارك في الحكم أو على انخراط واضح ثم عملت خطوة إلى الأمام وقالت أيه احنا مستعدين بجدية للمشاركة في الحكم والحكومة على أن يتم التعاطي مع مطالبنا بشكل جدي أيضا إذا دخلنا للمفاوضات بهذه العقلية وبهذه البنية وبصيغة سياسية أخرى لا أرى أي مانع أعتقد هذا معناه مثلا ربما حركة النهضة عندها حساباتها والسي حبيب الجملي عنده حساباته محترمة ولكن لا أرى مانع عندها أن يتم التعاطي بشكل جدي مع المقترحات حركة الشعب اللي هي مطالب سياسية ب ب ب ب ب ب ب يعني ما فيهاش مطالب يعني في علاقة بحقائب وزارية معينة ولكن مطالب سياسية حول التوجهات السياسية العامة وحول خاصة مسألة البعد الاجتماعي للدولة وعلاقاتها ومسألة السيادة الوطنية وطالبت سياسة المالية وغيره يتم توضيح الخطوط الأساسية وهذا طبيعي يعني مطلب معقول ومشروع نعم. وكان يمكن التعاطي معها بشكل إيجابي أيضا بالنسبة للتيار الديمقراطي طالب بحقيبتين بثلاث حقائب وزارية ولم لا ولم لا لماذا لا أستأمن التيار الديمقراطي على وزارة الداخلية أو وزارة العدل لماذا يعني استأمننا على البلاد استأمنت الوزارات هذوما عند ناس لا يؤتمنون لمدة 5 سنوات وعشر سنوات وثمانية سنوات تعدوا على وزارة الداخلية وزارة العدل ناس لا تؤتمن على شيء حتى على ولدك ما تؤتمنوش تخليش مع ولدك ورغم هذا يعني ما فماش خوف أعتقد أنه يكون التيار موجود على رأس وزارة من وزارة أنت عندك مشكلة مع التيار ولا عندك غياب ثقة مع التيار وش تطلب منه الأزمة الكل أنت قلتها جارد الأزمة أزمة ثقة بين الجميع اليوم أنه يعني المسألة من الأول أن فوبا وقع إلى الديناميك اللي مشات كلها ديناميك نيجاتيف نرجع في النهاية لسؤالك هي مسألة الأسبوع اللي بقى في الشهر الأول والشهر الثاني أنا أعتقد أنه من الناحية القانونية فماش ضغوطات قاتلة لحد الآن الناحية الدستورية لأنه مازال عندنا شهر وتقريبا 10 أيام شهر وأسبوع يعني 5 أسابيع مازال فما إمكانية في حالة التمديد طبيعي ولكن هناك ضغوطات سياسية هناك ضغوطات سياسية لأن التوانسه ينتظروا في حكومة في أسرع وقت هناك الوضع الاقتصادي والاجتماعي والمالي للبلاد ينتظر حكومة في أقرب وقت ولكن أعتقد الآن أنه لابد من القيام بمبادرة سياسية الأطراف المعنية هذه لابد أن تقوم بمبادرة سياسية الآن من أجل تغيير كل هذه المنهجية وإنقاذ الموقف في آخر لحظة ما نتراجع لحبيب الجملي علي قالوا لا ليست مسألة تراجع على التمسك بحياد وزارة السيادة المنهجية والإحاطة السياسية وتصور عملية بناء منظومة الحكم
ما زال فما شهر وأسبوع من أجل إعادة تصور كامل للعملية، إعادة تصور للصيغة، والذهاب في مفاوضات على قواعد مختلفة بأساليب مختلفة بمنهجية مختلفة تقود إلى تشكيل الحكومة اللي ينتظروها التوانسة، اللي ينتظروها الناس اللي صوتت، وتقود إلى الترفيع بشكل كبير في منسوب الثقة بين الناس هذوما اللي حبوا وعبروا في مرحلة ما عن إرادتهم للحكم معا. أنا نقول أن الوقت ما زال موجود، الإمكانيات التدارك نرجع هذا على المطلوب وكيفاش التدارك، ولكن تحتاج بالفعل إلى مبادرات في العمق وليست مبادرات ترقيعية ولا إصلاحية. نوعية المبادرة هذه والمبادرة السياسية اللي حكيت عليها ونرجع عليها بعد، ولكن أستاذ ماكي مسألة اليوم جدية حركة الشعب في المشاركة اليوم محل توكن محمد حملون يقول لك راه فما قراءة كبيرة ماشية، وأنه حركة الشعب هالمسألة متاع الصبغة السياسية والخطوط العريضة وين ماشي وشنية الدولة اللي بشيراها اجتماعية والسياسة العامة، وكأنه ماخذها تيار كمالي بي، ولكن في الحقيقة ما عينوش بش يحكم حركة الشعب، عفوا حركة الشعب. وسي محمد معناها يبحث في نوايا حركة الشعب. حركة الشعب نيتها كانت متجهة، وهذا الحساب يتم على ما تعبر عنه حركة الشعب وفي بياناتها وفي أفعالها. جلسنا مع حركة النهضة أكثر من مرة، مرتين أو ثلاثة مرات جلسنا مع حركة النهضة قبل حتى التكليف، وقدمنا الأفكار، ومن حقنا أن نقدم أفكار ونقدم مقاربات للحكم وللسلطة نجم نتجاوز بها كل الفشل اللي تراكم مدة السنوات هذه. وسي محمد مش صحيح، حركة النهضة هي شريكة في الفشل وشريكة في ما وصلته للبلاد، ومش عاملة مزية على حتى حد. أن اليوم أن فما توانسة صوتونا وصوتوا للطيار وصوتوا لكتل برلمانية ولأحزاب أخرى، هذا مش مزيد حركة النهضة، ومش هي السبب اللي خلى الناس هذوما موجودين الآن تحت قبة البرلمان. أنا قلت لك مزيد حركة النهضة، أي راجع مزيد حركة النهضة، أنا وصلت للانتخابات قلت لك، ما قلت لكش كلمة ذي متغلط، مش مزية حركة النهضة، لا مزية ونهضة حتى مزية ونهضة النهضة مش وصلت الانتخابات، دولة تونسية وضحات مش وصلت الانتخابات، ضحت النهضة بالكثير 2011 واحد وأنتم تتفرجون حينها من 2019 شنو الحركات النضاليه اللي عملتوها انتم؟ نتفرجوا على التوافقات المغشوشه، صحيح تتفرجوا، نتفرجوا على الهاب وعلى اللوبيات، صحيح تتفرجوا، نتفرجوا على اختراق القضاء واختراق الامن، تتفرجوا، علاش نتفرجوا؟ تتفرجوا تتفرجوا على هذا، نتفرجوا على المشاريعين التونسي هذا اللي سنوه، نتفرجوا على المقدره الشرائيه اللي دمرت حركه النهضه وشركاء، نتفرجوا على ماذا؟ نتفرجوا على التلاعب بالدولة وقت اللي المؤامرات من الدولة، يا هيك عندك تلاعب قدم أدلة، عندك تلاعب حتى لا تكون هالتجاذبات هذية ربما حجة مرة أخرى اللي بيه بربي، خلينا تصوير حركة النهضة وأنها هي المنقذ والآخرين هم اللي لوحوا لهم كرة الفشل. احنا من حقنا أن تكون عندنا مقاربة في الحكم، جينا وطلبنا بكل لطف من رئيس الحكومة المكلف اللي المرة الأولى شككنا في استقلاليته، ومن بعد كي هو أصر على الاستقلالية خليناها واعتبرنا أنه أوكي ماناش باش نكذبوك يا سيد رئيس الحكومة المكلف. تجاوزنا المسألة هذه، قلنا يا سيدي رئيس الحكومة المكلف سيجلنا العملية بإعلان سياسي، سيجلنا وين ماشي؟ أنت عندك الفولون، أنت هو اللي باش تقود الحكومة هذه والدولة هذه، وين تحبها، وين تحبها تمشي؟ وعلى ضوء بيانك السياسي سنقرر المشاركة من عدمه. اليوم حركة النهضة أو جزء على الأقل في حركة النهضة يريد الحكم مع من حكم معه سابقا بعناوين أخرى، يريد إقصاء كل نفس ثوري عن هذه الحكومة، لأنه هو ممعن في سياسات التفقير والتجويع والتهميش اللي ماشي فيها البلاد. علاش شرقكم اللوم؟ وهذا جزء من حركة النهضة مباشرة الكتلة رقم 2 هاي كمان. شوف يا إيمان، نحن قلناها وبصريح العبارة لن نشارك في الفشل. هذه المقاربة للحكم وهذه المنهجية جربت وفشلت، جربت في كرتاج واحد وجربت في كرتاج اثنين، هيا تلموا الناس كلها بدون حتى رؤية وتصور، هيا لفقوا حاجة سموها برنامج هو ماهوش برنامج، وهيا نحاصوا في الوزارات
خذ انت ثلاثة، خذ انت اثنين، خذ انت خمسة، خذ انت أربعة. هذه ما عادش راهو تونس ما عادش تحتمل مثل هذا اللعب بمصير شعب كامل. حركة الشعب حين اعتبرت أن بالمنطلق المنهجية تكون كالآتي: إعلان سياسي يسيج الحكومة، ثم مسائل وتوجهات عامة يعلن عليها رئيس الحكومة، نجلس على الطاولة كما كان يحكي جوهر، نجلس على الطاولة نحدد بصفة متوازية من سيحكم وما هو برنامجه. هذه هي كيفاش تشكل حكومات. وحتى في الديمقراطيات ما نش نصنعوا في العجلة ونخلقوا في العجلة من جديد ونكتشفوا في العجلة. هذا هو رافضه، رافضه على خاطر ما يعرفش، ولا رافضه على خاطر هو يعتبر روحه أنه لم يستقل عن من كلفه، هذا موضوع ثاني. كان من البسيط من البساطة بما كان أن يجي يقول راني توجهي الاجتماعي راهو كيما هك، راني مانيش باش نبيع أو باش نبيع المؤسسات العمومية، راني مع استقلالية البنك المركزي، راني نحب فرنسا ونموت عليها وباش نبقى تابع وفي تركينا عند فرنسا. ينجم يتكلم بالكلام هذا، أو يقول أنا سأكون سيد على قراري وسأتوجه إلى شركاء جدد، أنا سأراجع السياسات المالية لهذا البلد والنقدية، راهي تونس تحتمل استقلاليات كبيرة في البنك المركزي وغيره. يقول أنا رأى توجه الاجتماعي رأى واضح، وسأرجع الدولة إلى شعبها كما اختطفت من شعبها طيلة سنوات وسنوات سأرجعها. أنا راني أكل أمانات اللي عبر عليها حتى قيس سعيد في خطابه، أنا سأتبناها. راهو حتى ابتسامة الرضيع أمانة والفقير والشباب أمانة كبرى عنا. تونس تسقط وتتهاوى كما حافلة عمدون. إذا اليوم كنا جديين وكفانا من هذا الخطاب أني أنا أملك الحقيقة وأنا حركة النهضة وأنا قوي، ما عادش قوي حركة النهضة، الشعب ما حبكش تكوني قوية المرة هذه، الشعب ما عطاكش عهدة وتفويض كامل وكبير، اختار الشعب ونحترموها أن تكون الشرعية مشتة في البرلمان وقبلتها شرعية مكثفة في قصر كارتاج. كيف تتلم الشرعيات هذه؟ وهذه فكرة حركة الشعب، وهذا ذكاء حركة الشعب في الطرح، أنه نلم الشرعيات الكل من أجل تكوين الحكومة المستقرة والقوية اللي باش تنفذ البرنامج الاستثنائي والطموح من أجل شعب الشعب هذا اللي يعاني. هذا هو. ولا نتذاكى كما أطراف سياسية أخرى، ولا نعمل في المخاتلات والكنايات وتطميع. ونهني الجميع في حركة الشعب، ماناش طماعين، ورقتنا مش سائلة على لا حقيبة ولا حد شيء، نحبوا البلاد هذه وجايين باش نخدموها، ونخدموها بكثير من الذكاء وبكثير من المبدئية. نعم، الموقف النهائي نتاع التيار الديمقراطي محمد العربي جلاسي. طبعا الموقف النهائي هذاك علاش استنينا لاخر وقت ولاخر لقاء والاخر فرصة، وكان ثاني اخر فرصة بالمناسبة باش يعرفوا التوانسة الكل. شوف المشهد قدامنا اليوم، كان نجم نلقاو عنا وضعية اللي فيها الكتلة الأولى والكتلة الثانية في البرلمان متحالفين في حكومة، حد ما يحسن فيها بصاحب يقول لي رانا متعايشين مش متحالفين، حد ما يدخل لها وهو ساق القدام وساق التالي. كون نجموا نعملوا حاجة مزيانة مع بعضنا، وحاجة تدوم دوم ثلاثة وخمسة سنين وتخلي أثر في البلاد، وحتى كان ما نجحناش 100% نخليه حوجة للبلاد، وحتى كان تهرينا بالحكم نخسروا انتخابات واحنا مخلين حاجة للبلاد. هذا راهو كان ممكن، شي فهموني التونس الكل كمل للاخر، راهو مهم، هذا راهو كان ممكن، ما كانش حلمة وما كانش نم تاع تارس. هذاك كلام اخر انا بصراحة نشك فيها على عكسك انت. بالمناسبة الناس ماذا بيهم شوية امل، شوية أمل. شفت أنا سألته موقفك نهائي ولا لا؟ مثلا محسومة من كمل. سامحوني لا لا مش صحيح، ماهيش محسومة. لا 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 سي محمد مانيش متفق معاك. جوهر جوهر ما تجاوبش سي محمد في بلاصتي خاطرش نجاوب أنا. ماهيش محسومة تعرفني نعرف نجاوب جوهر مثال. أنا نعرف من شوف سي محمد، وأنا حسيت بيك في وقت من الأوقات حتى شوية أقنعتني، قلت مش لازم نحاكم الرجل في غيابه لو أنه هو سلطة أوسع من سلطتي وبالتليفون. وهذا خلاني لحد الآن قاعد متواصل في البرنامج. تفضل سي محمد واصل. أنت تحاكم في شخص في غيابه مش معقول. لا نحكي لك. خليك مش نعطيك الكلمة. لا باش نرجع له الكلمة ماشي. سي محمد نجم نفك كلمتي حتى أنا راهو لا عايش كويس. محمد هو قاعد يشرح، قاعد يشرح سي محمد، قاعد يشرح في الأسباب اللي خلات التيار يعلق مشاوراته. خذ بخاطري ضيف لهنا نقول كلمتي نمشي على روحي. باهي
عندك حق بالحق، انا احرجت حتى وانت تتكلم الراجل مش هوني ممثلين مش هوني واحنا نحكيوا عليه، ولو انه للامانه معناها ما زدناش عليه كلمه ولا نقصنا كلمه، وبعدك تحليل نحن حرار فيه، اما الواقع ما زدنا يشهد علينا ربي وهو بده يشهد اللي ما زدناش كلمه في الواقع، في التحليل احنا حرار ما يصدرنا حق في التحليل. اما سي محمد زاد يغيظك انه نعمل محاكمه لرجل يتصدى لرئاسه من رئاسات تونس الثلاث، وما غلطتكش تعمل لي في محكمه التفتيش في ضميري تقول من الاول ناوي ما شاركوش، انا كنت ناوي مش نشارك، خرجت في التلفزه وقلت رادي مش نشارك وهو علاش، وكي قررت انه نتواضع لاراده الشعب في جوهري ونتواضع حتى في علاقه بقراراتي الاولانيين، يا سيدي لا بالك انا غالك، قلت انا سيدي سياسيا مش ايديولوجيا، وديما نقول واش خاصك جات حركه النهضه عندها ايديولوجيا واضحه نجموا نختلفوا معها على اساسها، لا حزب كيما الاحزاب الكل ويخطئ ويصيب، مشكلتنا معاه مش ايديولوجيه، ولاد بلادنا اليوم غدوه بعد غدوه وان شاء الله يجي بلاتو ما عادش نضطر فيه للتفكير هذا، راهو يضر حركه النهضه اكثر من حاجه اخرى، ما ينفعش راهو المظلوميه لا تبني اوطان ولا تبني احزاب كبيره. نرجع ونقول احنا عملنا الخطوه القدام وبحذاك كمان اش قلنا وقتها في ختام الحصه اخر مره جيت بحذاك طلبت من سي الحبيب يقيم علينا الحجه يجي تجيب علينا الحق يا سيدي. في الاخر اللي كنت تحكي فيه هو تلخيص ذكي ومفوه، مش خاص كان جينا قدمنا راينا كما قدمته انت للي قالته حركه الشعب وقالت الطيار، هما قالوا ارضيه سياسيه، واحنا هون في البلاتو هذا اش قلت؟ قلت تعطينا الاحزاب باش نحكموا معاها، وقلنا راهو البرامج تنفذها نساء ورجال والبرنامج اخر حاجه، وذكرنا بحكايه وثيقه الكارتاج وهيك المينيموم معناها تعرف 63 نقطه نتفقوا عليهم ال 64 اللي هي الرجل او المراه التي ستنفذ ما اتفقناش عليها، دونك هذا اللي قلناه من الاول وقلناه واحنا راغبين في المشاركة في الحكم، خاطر احنا عملنا التيار الديمقراطي وحركة الشعب تعاملت قبل التيار الديمقراطي، علاش؟ باش نحكموا. والفرص هذيا باش تحكم البلاد وباش تكون كتلة الأولى والثانية رغم الاختلافات السياسية العميقة. فما دفعة شعبية باش تحكم بعضها قد لا تتكرر. أهم هو شنو رينا؟ رينا أنه مماطلة في حاجات لا تكلف. ما تكلفش أنك تخزر أنت تقول أنا خويا توجه اجتماعي ديمقراطي. توجه نحو السيادة الوطنية، أنا أولويتي الناس اللي اليوم من طبقة متوسطة ضعيفة تلف ولادها للبريفي خاطر ما عادش عندها ثقة في المدرسة العمومية، تي معلمين في المدرسة العمومية يخرجوا ولادهم من المدرسة العمومية يهزوا فيها للبريفي. ما عادش نحب حوادث بالطريقة هذيا، نحب سيكيورتي روتير اللي 5000 و 10000 ما تمنعكش من الرادار. ما قلنا ما سمعناش الكلام هذايا حتى مرة، ما حسينا الرغبة الحرقة هذيك هي تتعمل الحكاية هذي ما حسيناهاش. ورغم هذا ورغم اعتراضنا على المنهجيه ما كناش نجموا نعملوا كما كان يعمل غيرنا اللي يحبوا لصقونا معاهم بالسيف، لا شفناه يصلي ما عملوها غيرنا، كنا نجموا لا مش مستقل اقف غاد ما كناش نجموا هكا كجينا نفركسوا في سبله، راهو اللي يفركس في سبله راهو ما يحيرش، واحنا اذكياء وقادرين نلقاو سبله كان نحبوا، اما رحنا لونيتي انتلكتويل نتاعنا تفوق ذكائنا والحمد لله، ورغبتنا في الحكم وفي البناء تفوق رغبتنا في المعارضه والحمد لله، وباش نحكموا نهار من نهارات. لا قلنا لا كبشنا في مستقل ومش مستقل، لا قلنا المنهجيه مش مساعدتنا، لاخر لحظه نمشيو ساعه ساعه سون كونفيكسيون كي عيطونا لحكايه البرنامج نمشيو ونقعدوا ونحكيو ساعات سوايع بالتليفون، كنا نجموا زاده ابريتو رئاسة الحكومة منهجية تعرف شنو صار فيها ولا بعثوا لنا 64 نقطة بعثوا لنا مع تابلو اكسل وقولوا لنا رايكم موافق ولا مش موافق ولا معترض، كنا نجموا نجاوبوا عليهم وخويزي فيه البركة كسيم خلينا من مش جاي ننتقد في المنهجية، كنا نجموا نكتفيوا بهذا القدر جاوبنا بربي جاوب خلينا نمشي وبود لي عشكري ندلع كل وثيقة في 64 نقطة تفشل لازم فرق فردي تقول انت مرة فرق في 64 حتى الاخرى كيما قرطاجة اثنين لا هذه 65 عاد هو كيما النوار كرو مرجع حاجه فرديه كي واحد يهدي نوار يهدي بحاجه فرديه المره الجايه اش قلنا؟ قلنا يا سيدي قعدنا خدمنا ليل ونهار اسبوع كامل وخرجنا 204 نقطه مختزله من برنامجنا في 17 محور في 6 اولويات وقدمناها لرئاسه الحكومه اللي ناوي ما يشاركش علاش؟ ما عندنا رانا مش رونتيد لابوليتيك رانا نخدموا رانا نقوم صباح نخدموا ونعملوا سياسه اون باراليل رانا مانيش نضيعوا في وقتنا دونك عملنا هذا الكل ما يجي حد يفتش في ضميري حتى حد ما هو قادر يثبت انا صادق ولا مش صادق كان ربي سبحانه انا لا انا قادر نقنع التوانسه 100% اللي انا صادق لا حتى حد قادر يقنعهم اللي انا كاذب دونك دخلنا بجديه مشينا للاخر في المسار ما ريناش نفس المنهجيه ونفس الجديه من رئيس الحكومه المكلف نختب نقطتين مهمين على الاخر باش نسمعوا برشا كلام ويا تونس باش تسمعوا علينا برشا كلام رانا عطلنا رانا ناويين نعطلوا رانا استحلينا المعارضه رانا اثبتنا هذا في مرتين وقت اللي الاغلبيه السابقه خرقت الدستور
تقول عاملين عليها كيف، تقول معناها اون دروغ عندهم خرق الدستور. راهو احنا بك السبعة ثمانية نواب و15 نائب تاع الجبهة الشعبية رانا منعنا البلاد من قوانين غير دستورية، وراهو احنا ضغطنا على أغلبية سابقة باش تعمل انتخابات بلدية اللي هي مهمة جدا، ما عملتهاش وحدها. شكون كان مانع؟ وين الخطر الداهم على الدولة التونسية اللي كان مانع انتخابات بلدية؟ كيف ما خطر داهم على بعض الأحزاب الحاكمة؟ زال الخطر عن بعضها وزالت بعضها الأحزاب بيدها زالت. اما ما حتى حد كان يمنحهم يعملوا انتخابات بلديه في الوقت باش يزايدوا علينا. اليوم يقولوا احنا عملنا لكم انتخابات تشريعيه، لا بارك الله فيكم ربي كثر منكم الاحزاب. الانتخابات التشريعيه عملها دستورنا، عملوها شهداء البلاد هذيا، وعملتها هيئه مستقله للانتخابات. انتم ما قمتم بدوركم، ما نحيوا لكم حتى حد، اما تزايدوش به. حاجه ثانيه مهمه على الاخر، اليوم واحنا لنا عارفين واحنا لا معارضه لا حكم، ما عارفين واحنا اقرب للمعارضه بحكم اللي مطلعين على التفاصيل شويه. لا تحطينا في شت داون راهو، ولو انه مش بنفس الطريقه. قانون الميزانيه التكميلي راهو مش عاد عليه مؤاخذات، راهو عندك حل كي يجي قانون الميزانيه التكميلي، يا تقوم تبكي يا تقوم تضحك. انت تعامل معاه بجديه وتصوت له، راهي يلزمها قوه هرقليه. قانون ماليه يثبت للحكومه هذه المتخليه لا تعرف تعمل بريفيزيون تاع نسب تنميه، لا تعرف تحسب سعر البترول، لا تعرف تحسب ميزانيتها، لا تعرف تعمل حتى شيء. وطيحناه مش وحدنا، لقاو كان 75 نائب يصوتوا له في الاخر. الكتله الديمقراطيه اللي هي اليوم متهمه وست تهم، حضر روحك عاد هيك الخمس سنين وانت تحط في العصا في العجله، هي فماش عجله، من تحط في العصا في العجله كمان تلمينا ككتله ديمقراطيه. ولولا هيكل حركه شرط تقول لك الموقف قابل وانه يتراجع اذا ما رجع حسابات الحبيب الجمل. خلينا ادله على الجديه، خاطر احنا اليوم في ثنيه المعارضه للاسف. ولولا اصوات الكتله الديمقراطيه، ولولا اصوات الكتله الديمقراطيه ما يكونش فما قانون ميزانيه التكميل. وان شاء الله رئيس الحكومه المكلف يرجع للثنيه، وحركة النهضة ترجع للثنية. احنا معنا ما اثنيتنا قلناها وكفنا مكشوف للتوانسة من الدقيقة الأولانية. جستمون شنو هي الثنية اللي نجموا ربما كل واحد يقدم اختيوى باش نلقاو غون بوان في الوسط تلتقي فيه كل الأطراف؟ الرون بوان هذيك لا يمثل إلا المصلحة العليا للبلاد على جميع المستويات، أمنيا اقتصاديا اجتماعيا. خذوا بخاطر سي محمد، استدعاه يجاوبكم هو بعد الفاصل ونعطي الكلمة سي محمد. لا استدعاه في تحديد. حديثنا على آخر تطورات المشهد السياسي في البلاد بعد إعلان كل من التيار الديمقراطي وحركة الشعب اليوم عن موقف الرسمي والقاضي بتعليق المشاركة نتاعو في مشاورات تشكيل الحكومة. محمد حمروني، وقت اللي نسمعه ربما موقف حركة الشعب يقول لك أنا اليوم ما طلبت حتى شيء، ما طلبتش وزارات، أنا اليوم طلبت خطوط عريضة، طلبت أن يسطر ويحط لي البرنامج العام، مش لازم حتى التفاصيل. وبعد نلقاو تدوينة مثلا على تويتر للسيد الحبيب الجملي يقول سنعلن قريبا عن استراتيجية كاملة تهدف إلى إنقاذ البلاد ومؤسسات الدولة من الإفلاس، وهي بمثابة خطة سيتم تنفيذها بالتنسيق مع رئيس الجمهورية بعد تسلم عديد الملفات الخاصة بالفساد من أكثر مؤسسة. كي عنده الخطة حاضرة، علاش ما يعلنهاش اليوم ويربح معاه بعض الأطراف السياسية؟ هالتأجيل هذا اللي باش يأخر ربما وباش يخسر وباش يضعف حتى على مستوى الحزام السياسي حتى عددية، وهذا دون الحديث على وأنه حركة الشعب اليوم معناها طرف سياسي الحقيقة مهم في هذه المعادلة السياسية. حتى واحد ما ينكر هذا، والسؤال هذا يتوجه إلى السيد الحبيب الجملي. ما عندوش متحدث بس ما عندوش نطق. وانا هنا يلزم نحملوه المسؤوليه، لانه حسب ما فهمت منك انه وقع طلب، انه مش طلب، ما فماش، ما يعني ما لقينا بشكون نتصلوا كما قلت انت. البرنامج ما لقى بشكون يتصل، المؤسسه ما لقات بشكون تتصل باش يمثلوا او يتحدث باسمه. وانا في اعتقادي هذا خطا كبير، انا ما عنديش تفاصيل باش نجاوبك في هذا، ولكن احنا الان امام مأزق حقيقي بالضبط، لانه يعني الاطراف اللي حسبت على التيار الثوري واللي انتخبها ان الشعب على اساس انها تحكم، جزء منها قال انا ما نحكمش. واليوم فما حديث من ممثل التيار انه لا راهو فما اتفاق بينهم وبين قلب تونس. هي كي انت تحصر السيد في الزاويه شو تحبوا تعملوا؟ يعني البحر امامكم والعدو وراءكم وانتم دبروا روسكم. يعني اذا كانت حد تحمل المسؤوليه، الطرف الكل لازم يتحمل المسؤوليه، مش طرف واحد. ناس كل تتحمل المسؤوليه، واذا كان البلاد متضرره مش حركه النهضه وسي الحبيب الجملي. ثم نحن في الحديث بربي خلينا نكون شويه منهجيين، ما نتحدث على حبيب الجملي ولا حركه النهضه، وما نقول اليوم مستقلين، هو راه مستقل، كي تو هو قاعد يعمل في المشاورات بصفه مستقله والا مش بصفه مستقله. وسمعت كلام اخر فيه عدم فهم لما يجري داخل النهضه من داخل، انه هذا سي حبيب الجملي ممثل طرف نتاع الكلون اللي كان يحكم، غلط تماما. كي بالعكس تماما،
أنا أقول لك المعلومة معاكسة تماما، وبالتالي كتبني تحليل على معلومة غلطة كما هكايا باش تهزك في مسار غلط. سي الحبيب الجملي ماهوش ممثل في النهضة حسب معرفتي لجهة معينة أو طرف اللي كان يحكم منذ واحد، بل بالعكس ربما من محسوب على الشق الآخر، محسوب على الشق الآخر، وخلني نقولها بوضوح محسوب على الشقوق وهم اللي جابوه واللي كانوا معارضين الفترة الأخرى. كيفاش تبني تحليل على معلومة غلطة تماما يعني، وتبدا تحلل وطالع وإيطاج فوق مين؟ هذه 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 في اعتقادي مشكلة. ما علينا في مجرى داخل حركة النهضة شأنها الداخلي وخلافاتها الداخلية، في الأخير عندنا شخص كلف بتشكيل رئيس الحكومة. أنا كنت ضد أصلا هذه الفكرة كما قلت لك من البداية، التمشيات الكل غلطة، أنا معاك في أنه ممكن تكون غلطة ومن حق الأطراف أن تكون عندها طلبات طبعا، ما في ذلك شك، ولكن زاد مش واحد يجيب 10 طلبات أو 5 طلبات أو 3 طلبات ويقف غادي. يا لاش نتشاور معك مثلا، معناتها هذه إملاءات تول، أعطيني 3 وزارات فلانة وفلانة وفلانة ونقف غادي. تنازلنا عن الداخلية محمد بشوية عادي بشوية عادي، ما قلت لك أنا جزء كبير من تفاصيل نحلل، راه مانيش مطالبة مثلا جزء كبير من التفاصيل، احنا نحلل الموقف، نحن نحلل فقط. والمسألة مش بحث في النوايا، يعني أنا ما قلتوش طولك لما ذا، أنا كتبته من بداية المشاورات والنوايا تقرأ، النوايا تقرأ مش فقط هكاك، حتى النوايا تقرأ، لأنه وقت اللي جي سي سالم الأبيض يقول أنا كركرنا الغنوشي وحطيناه تحت تصوير زعيمنا وجبناه للمقر، مش صحيح هذا كلام ماهوش صحيح. جميل أنك تفيد صحيح، سالم الأبيض بعمره ما صدر تعديل تدوين جميل، ولا معناها حركة الشعب داخل المفاوضات بغاية التصوير هذيك، معناها خلينا هو يجاوب يعني جاوبت، هذا مش صحيح. لا مش أنا نحكي على ما راجع وهو صحح، فمهم مهم التصحيح، اي مهم، خلينا انه هذا راجت ولم نسمع اي توضيح في هذا، جيد انه الان يقع توضيح. شوف جوهر القضيه في اعتقادي، واحنا قلنا قبل مش حتى تشكيل الحكومه، لانه تشكيل الحكومه جزء باش تواجه به المشاكل اللي القدام، مشاكل اجتماعيه واقتصاديه كبيره، ولا اعتقد انه المشكل في اعلان سياسي ولا في توجهات الحكومة الاجتماعية والغيره، لأنه البرنامج متاع الحكومة سطره الشعب في الانتخابات، محاربة الفساد، محاربة الفقر، هذه عناوين الكل متفقين عليها، ما أعتقدش أنه فيها إشكال كبير. لو تتوفر إرادة سياسية حقيقية من طرف الأطراف الكل أنها تنجح الحكومة، وهو كما قال سي جوهر، نرجع لكلام سي جوهر، قال هاي فرصة قدامنا مازال عندنا شهر واش، هل قادرة الأحزاب اليوم أنها تعود وتبني سيدي منهجية أخرى وياخذوا سي جوهر المستشار عندهم في تشكيل الحكومه؟ ما سيرش يا سيدي، لا خليني جوهر المتظاهرة الاولى من تشكيل الحكومه، لا خليني المتظاهرة الاولى، مش مشكلة يا سيدي، يستفيدوا مما كان يقوله بخصوص المنهجيه، ونعيد بناء سيدي المنهجيه من جديد. هل الاطراف هذه قابله ان تعود للحوار ولا؟ فمن سكرت باب الحوار خلاص، قال كذيب احنا بالكلام، لا قال كلام محمد حتى تو قال لي مصر على قراءه في النوايا، مصر على هذا، انا نحكي على التيار، كلام التيار تو كان يرد على سي جوهر، قالوا وقت اللي قالوا لا فما امكانيه، تصور انه فما طرف سياسي، ما دامش محمد حد صحيح على التيار حقوا فدي صحيح، فدي بركه فدي صحيح، انا فاهم راك ترجعوا مش طرف ثنيه، معناها متفاهم كل واحد شو عنده يتوب ويرجع اذا كان مصلحه البلاد تقتضي، إذا كان مصلحة البلاد تقتضي، إذا كان مصلحة البلاد تقتضي نرجع من نص ثنية ولا من حتى من آخر ثنية، يلزمنا نرجع، وحتى واحد ما عمل مزية على البلاد هذية باش يشارك في مشاورات أو ربما في حكومة إلا من أبى ويتحمل مسؤوليته ساعتها. وأنا في اعتقادي ونقول لك من الآخر، أفضل حل هو أنه معناتها نمشيو ربما في 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 انتخابات سابقة لأوانها وينتهي الموضوع. جملة أنا أي جملة يعني، أنه هذه الوضعية مش تسقط، ما زالت مرحلة نتاع حكومة الرئيس، تي ما مسيرش نمشيو في حكومة الرئيس شنو مشكل، ولو مشينا في حكومة الرئيس شنو فيها مشكلة، ما هي نحكيو على المقترح هذاك فقط المقترح الآخر، هذه كلها حبك عجبته حكومة الرئيس، قلت لك مشكلة رجعت المقترح التيار، ما فيش مشكلة حكومة رئيس حكومة برلمان، احنا عطينا خدمة الناس، لا نتحدث عن المشاكل السياسية توا، ربما هكا نضحكوا شوية، ربي هل الوضع الاقتصادي والاجتماعي تكون تسمع فيهم شي يحكيو على قانون مالية تكميلي، وزير مالية قال لك فما شهر ديسمبر كما يتعملش قانون مالية، تي اليوم الجلسة العامة مهددة شنها ما تصيرش نهار الأحد بسبب اعتصام النائبة في البرلمان، هذا الذي يدعو كل الأطراف السياسية اليوم أنها يعني تخلي جانبا
كثير من الاعتبارات وتحط مصلحة البلاد. على ذكر مصلحة البلاد اليوم حتى السيد الحبيب الجمل انت قلت على المحاكمة. على فكرة أستاذة إيمان أنه ما يجري الآن ربما كذلك حتى ما يجري في البرلمان ماهوش بعيد على الجو هذا والتعطيل اللي قاعد صاير وغيره يعني. تنرجع على اللي صار في البرلمان، أنا باش نرجع لتصريح للسيد الحبيب الجملي 4 ديسمبر للتاب، يقول أن وضع عددا من السيناريوهات والبدائل حول الائتلاف المكون للحكومة المقبلة. شنو المقصود؟ المقصود بأنه السيد حاطط نصب عينيه فرضية عدم مشاركة التيار وحركة الشعب. هنا ربما زاد يسأل الرجل على مدى تمسكه وجدية حاجته لهزوز أطراف سياسية هذه يا جرب المر. شوف أنا يعني القراءة اللي عندي تقود أنه بالضرورة سي الحبيب الجملي عنده خيار واحد وليس عنده سيناريو واحد ممكن ومقبول وممكن الوصول إليه، ماهوش في غير المتناول معناه. السيناريو الوحيد هو أنه يبني حكومة تتناغم وتتلائم مع إرادة التونسيين والتونسيات، هذا الشرط الأساسي للنجاح. بدون هذا أي سيناريو آخر هو سيناريو سياسيا خطير وتقنيا تقنيا غير ممكن وغير قابل للحياة. شنو هو السيناريوهات الأخرين؟ السيناريو بالنسبة لي الممكن والمتاح هو أن تتشكل حكومة بين القوى الأربعة أو خمسة كتل اللي فازت في الانتخابات وتمثل الخط السياسي اللي صوتوا له الناس. هذا الخيارات الأخرى. شنو السيناريو الآخر؟ شنو هو؟ أنه يمشي ربما في إطار أنه هالأطراف هذه رفضت المشاركة، وربما حتى أخبار عن تحية تونس أيضا بطبيعة الحال لن تشارك تحية تونس بدون التيار والشعب لن تدخل تحية تونس. لا وقال حتى كان قال تونس تدخل. موجود في الحكومة أنا في المعارض سيكون هناك يعني يمكن يكونها فما ائتلاف أو صيغة تشبه كثيرا ما حصل في البرلمان في رئاسة البرلمان بالنسبة لرئاسة البرلمان، لكن هذه بخلاف المخاطر السياسية المستقبلية اللي مش تخليها وراها تقنيا ما تطلعش ما تتعداش الحكومة. أنا تصوري أنا ما تتعداش عدديا. أي عدديا ما تتعداش لأنه لا أعتقد حتى وإن كان شاركت فيها حركة النهضة وقلب تونس مع كتلة الإصلاح الوطني ما يخلطوش ال 109. لا أعتقد إطلاقا أنه في الحالة هذه ائتلاف الكرامة مش يمشي، أنه يكون فما التحالف مع قلب تونس لا أعتقد أنه ائتلاف الكرامة مش يمشي. هذه قراءتي لمواقفهم، ربما يتغيروا ولكن هذا هي مش حد القراءة، هي حد التصريحات الأخيرة لائتلاف الكرامة. يقول لك إذا قلب تونس في الحكومة أحنا في المعارضة. لا وأنا ثبت معناها حتى من علاقات خارج في الأوف يعني من علاقات من ناس نعرفهم أصدقاء وحبيت نثبت من الموقف وعمق الموقف أنه محسومة المسألة بالنسبة لهم، لن يذهبوا في أي ائتلاف مع قلب تونس مهما كان صيغته. التيار ما يمشيش، الشعب ما يمشيش، ائتلاف كرامة ما يمشيش، تحية تونس. أنا متأكد أنه يوسف الشاهد لن يذهب في أي صيغة، ربما يوسف الشاهد وجماعة يوسف الشاهد في تحية تونس لن يذهبوا في أي صيغة ما فيهاش التيار وحركة الشعب ما فيهاش التيار والشعب ومع قلب تونس. المسألة راهي وصلت حديث يا أنا يا هو في الحبس، يا نبيل القروي يا يوسف الشاهد، ومش ممكن أنها أنهم يقدموا أكثر بالصيغة هذه بدون الشعب بدون ائتلاف الكرامة بدون التيار بدون تحية تونس. ما عندهم يمشي قلب تونس، ما عندهم يمشي، ما عندهم يقدم. في أقصى الحالات يلم من المستقلين من باش يخلط لل 109 بال يعني بالكورنو قال آخر هذا بالتل إذا ما صار انضباط في الكتل بين قلب تونس رو إذا حسبنا 38 تاع قلب تونس وال 54 تاع حركة النهضة وال 14 تاع الإصلاح الوطني بالضبط، وهذا يلزم انضباط كبير في كل الكتل اللي هو مش مضمون وحتى ربما حتى في داخل حركة النهضة حتى بالنسبة لكتلة النهضة مسألة الانضباط التصويت هذا ماشي أيضا مش مضمونة. مثلا ماشي انتخاب رئيس البرلمان، مثلا ماشي وضع الأستاذ راشد الغنوشي رئيس الحركة في موقع رئاسة البرلمان وبلوكاج، هذه مسألة خطيرة خطيرة التبعات. أنا أعتقد أنه على حركة النهضة أن تقرأ المشهد بطريقة سليمة وتحسب
ماذا كلفها التحالف مع النظام القديم على امتداد 5 سنوات وأكثر من 5 سنوات؟ ماذا كلفها؟ ربما استطاعت البلاد أن تخرج من بعض المآزق، صحيح، ولكن سياسيا كانت الفاتورة باهظة جدا. التحالف مع قلب تونس سيتكون فاتورته انتحارية بالنسبة لحركة النهضة في المستقبل، ويجب على مناضلي حركة النهضة مع الناس عن قواعد حركة النهضة أنهم يحسبوا المسألة هذه بطريقة سليمة وبطريقة دقيقة. وهذا علاش أنا نشوف أنه الصيغة الممكنة الوحيدة والمعقولة والمقبولة هي الآن أن تصدر مبادرة من أعلى مستويات الأحزاب السياسية والقيادة. مبادرة وربما دعوة مباشرة لرئيس مجلس النواب الآن اللي هو رئيس حركة النهضة، أنه يتخذ في الأيام القليلة القادمة مبادرة سياسية كبيرة تغير المعطيات، يعني تغير المنهجية، تغير التعاطي تماما مع مسألة تشكيل الحكومة، مع صيغة الحكم المقبلة، ونغير الخيارات، تتغير الخيارات. ويمكن في السياسة سي محمد ما فيناش شيء مغلق نهائيا، ما دام مازال الوقت وما دامت النوايا مازالت موجودة والرجال والنساء موجودين، كل شيء نجم يتغير وكل شيء نجم يتصلح. وكما قلت من ناحية الدستورية ومن ناحية القانونية فماشي ضغط كبير على الوقت. المسألة واضحة والأسلوب واضح ويمكن الوصول إليه وبسرعة، المهم تغيير المنهجية، تغيير العقلية، التعاطي مع هذه المسألة وكأنها مسألة القدر، بمعنى أن قدرنا جميعا أن نذهب في هذا الاتجاه وليس لنا أقدار أخرى ممكنة. الأقدار الأخرى الممكنة هي اللي تغلط وتخفض منسوب الثقة وتهز للغلط. فما قدر هذا حد شعبنا وحدته إرادة الشعب. قال الشعب شكون يحب يحكم؟ ما تنجمش تجي تدخل من الشباك بطريقة ملتوية وبأساليب سياسوية تدخل من الشباك من أخرجهم الشعب من الباب، أو حتى تهدد بهم، أو حتى تستعملهم، أو حتى تناور بهم. مجرد المناورة حسب اعتقادي، مجرد المناورة بقلب تونس، يعني باستعمال اسم قلب تونس أو التلميح أنه فما سيناريوهات ممكنة، مجرد المناورة هو خطأ سياسي. خطأ سياسي نجم يصعب المسألة وما يسهلهاش. أعتقد أنه على الآن، وهذه دعوة نوجهها لحركة النهضة ونوجهها لرئيس حركة النهضة، أنه نغير المنهجية، وممكن تغييرها بسرعة وببساطة والدخول في عقلية أخرى، في عقلية شراكة حقيقية، التعامل مع نتائج الانتخابات بكثير من المودستي، يعني كثير من التواضع، الكثير من العقلانية. وحتى يعني توا احنا علاش نتعاملوا بمنطقة عطيني ولا ما نعطيكش؟ هذا ما كانوا الشيء متاعي وانا نحب نجم نعطيك بارتية، ما هذه ما نجمش نعطيها لك. نو، حطوا كل شيء على الطاولة ونشوفوا شنو مصلحة البلاد تقتضي، شنو اللي يلزم الأحزاب الكل تقدمها كتنازلات بعقلية شراكة، مش بعقلية هيا يعني أعطيني أصواتك ونربح شوية أصواتك ثم من بعد. لكن ضغطت على الأطراف، نجم أجيب أغلبية، ولكن بأي ثمن؟ على الأطراف وجبت أغلبية بأي ثمن وغدوة. بعد ما جربنا الحكومات هذه الضعيفة، الحكومات الفاشلة، الحكومات المرتبكة، الحكومات تعداد ب 169 صوت وشفنا معناها النتائج نتاعها شنية. هذا هو يعني أنا أعتقد أن المسألة ما تحتاجش هذا الكل. أنا متأسف على الوقت اللي ضاع، على الجهد اللي ضاع، وعلى أمل التوانسة اللي قاعد يضيع بدون موجب. ما فما حتى موجب لهذا، إلا إذا كانت فما أشياء لا نعلمها، إلا إذا كانت فما فيتوات يعني جاية معناها من العلا، من الكلاود ومن وراء البحار، أو من الأسفل، أو من الأسفل، الله أعلم شنية. لأنه المسألة واضحة وبسيطة وما تحتاجش جهد كبير. كان من المفروض أنه الحكومة أو ملامحها الكل الآن تكون واضحة وجلية، والناس قاعدة تخدم على يعني على قدم وساق على ضبط دقائق البرنامج وتفصيل البرنامج وزارة، وكان هذا نعم ممكن. حركة الشعب أستاذ مكي خليت باب ربما خلينا نقول باب الحوار ينجم يتعاود يتفتح مرة أخرى. قلت هالتعليق هذايا وقتي إلى حين ربما
كان مشى لحبيب الجملي في إعادة مراجعة الموقف متاعه والمنهجية متاعه. ما المطلوب اليوم حتى تعود حركة الشعب إلى طاولة المفاوضات، وخاصة إنجاح المفاوضات وتكون لنا حكومة قادرة باش تجابها الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية اللي تعيشها البلاد اليوم؟ أولا في بياننا ما كانش فماش تعليق وقتي، ما بياننا في لحظة بذاتها الآن وهنا نحن نعلق وننسحب من هذا التفاوض. لماذا؟ بيناها في بياننا بالضبط، أن ليس هناك جدية حقيقية، هناك بعض التذاكي، هناك الإصرار على عدم الاستجابة لطلبات بسيطة وطلبات مبدئية كذلك، لأنك أنت سي حبيب الجملي رجل الدولة بمستوى أنك تشكل حكومة ما عندك حتى تصور، ما عندكش، ما تعرفش وين ماشي، في خطوط عريضة، شنو النهج، شنو الدرب اللي باش نمشوا فيه طيلة الخمس سنوات القادمة. على ضوء التحديد هذا، على ضوء التحديد هذا سيتبين من معك ومن ليس معك بالضبط. تو جيك حركة الشعب يقولك يا سي حبيب الجملي في التوجه هذا أنا معاه 100%، هانا على ذمتك، وهاو إمكانياتنا الكل على ذمتكنا ببرلمانيين بحزبنا وبوزننا السياسي في البلاد، وسنساعدك في التفاوض مع اتحاد الشغل وفي التفاوض مع المنظمات الوطنية، وسنكون إلى جانبك وسنكون سفراء كذلك إلى بعض الدول الأخرى إذا لزم الأمر. إذا باش تمشي في نهج يزيد يعمق فقر الناس ويزيد يحط الدولة على ذمة لوبيات وعائلات نافذة، باش نقولوا لك رانا سنكون في المعارضة وسنتصدى لك. إذا أنت عندك إرادة حقيقية وتعلنها. ربي هالمعارضة اليوم أشكون باش يكون في المعارضة؟ المعارضة هل أركع المعارضة اليوم؟ مش أركع المعارضة، حتى حد ما يتمنى يكون في المعارضة. أو فكر شكون اليوم؟ يعني اليوم حتى العربي يشترني بالرأي هذا، حتى حد مزايدات كبيرة لا يتمنى. شوف 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 الكلام هذا، وخاصة حركة النهضة تحب تسوقه، اللي هو جماعة ما يحبوش يحكموا، جماعة ماذا بيهم يبقوا في المعارضة، مش صحيح. من نهار الأول احنا يا توانسة رانا نحبوا نحكم، لكن ماش نحكموا بأي طريق وفي أي حكومة وبأي منهجية وبأي برنامج. واضح، كلنا واضحين. سمحني، الرسالة هي كالآتي: يا شعب تونس، راهي حركة الشعب على ذمتك، ورانا نخدموك بعينينا، ورانا نحب نصحوا المسارات من خلال برنامج اجتماعي واقتصادي حقيقي من خلال سيادتكم أنتم يا شعب. على هذه دعوة لحبيب الجملي اليوم، هيكل اليوم حبيب الجملي إذا ما فهمش هذه اللحظة التاريخية ولم يلتقطها ويكون مستقل فعلا، على خاطر رأي الأقدار تعطي لشخصيات ما في أمم معينة تجي وتحطه في الصدارة باش يقود. أنت اليوم يا حبيب الجملي رك في الموقع هذا، حبك التاريخ والأقدار حبتك هكا، يتلتقطها فعلا وتكون مستقل وتكون منحاز لشعبك. شعبك مش الأربعة والعشرة لوبيات هذه اللي تحكم، شعبك اللي ولادهم تموت في الكياسات، الشباب اللي افاق مسدوده امامه. على ذكر الشباب، انا قبيله وقت اللي عديت هاي كلمتي التقرير نتاع تونس في اسبوع، كنت باش نقول وانه اكيد اجزم وانه الخبر الوحيد اللي يمكن باش يفجع التوانسه هو القرار نتاع يمكن وانه الفريب ما عادش يدخل البلاد ابارتي دي فان ديسمبر. باش يدعروهم توا العباد راهو مش همنا اللي صاير اليوم، مرحله البرد توا جايه. شنو دخلوا شنو اللي صاير في البرلمان وانتم نائب سيد النائب؟ شنو اللي صاير اليوم في البرلمان؟ وينكم اللي صاير في البرلمان؟ ولا باش تحملوا زاد المسؤوليه لرئيس المجلس وكهو؟ شوف، فما حكومه في البلاد اولا هي القائمه المسؤوله الاولى، وفي البرلمان وقتاش جينا البرلمان، وفي البرلمان اختصنا في قانون الماليه التكميلي وقانون الماليه 2020 وميزانيه 2020. اين انتم اللي صاير في البرلمان اليوم؟ اعتصام كتله نيابيه، اقتحام كتله نيابيه لعمل شوف ما تقوم به كتله الحزب الدستوري الحر هو مدان، ولا يمكن تعطيل المؤسسه والسلطه الاصليه على خاطر حسابات سياسويه من اجل مزيد معناها تشويه هذه المؤسسه، ومن اجل انه التونسي اليوم يعمم يقول لك البرلمانيين الكل والاحزاب الكل راهو مش صحيح. وهذه زاد رساله اخرى، راهو فما احزاب يا شعب تونس موجوده لخدمتك وراهي ترفض اللي يصير هذا، وراهو نحملوا الناس مسؤوليتها، ورئاسه المجلس زاد كذلك عليها ان تحمل مسؤوليتها في اللي يصير، والمناكفات هذه نختلفوا
وحتى نتعاركوا لكن في إطار القانون. شو معنى تقول رئاسة المجلس تتحمل مسؤولية؟ طبعا هو رئاسة المجلس هي عندها سلطة الضبط بالنظام الداخلي. أنت محامي مطلع على النظام الداخلي، هل في النظام الداخلي اليوم اللي تجم تجاري به لسيتواسيون اللي قاعدة صايرة اليوم؟ فما الكثير مثلا منذ قليل مكتب المجلس يخرج بيان منذ لحظات يعطي مهلة متاع غدوة نصف النهار لزوز الكسيكسي والعبير موسي باش انهم ربما يعتذروا زوز لبعضهم وتمهل كتلة الدستوري الحر باش انها اربع سوايع بعد المدة هذية تفك الاعتصام تقولها تخلي الجلس قاعة الجلسة العامة وعندك الحق تعتصم في اي مكان. ماذا لو امتنعت عبير موسي؟ انا معايا صباح في تدخل في اذاعة تقول عبير موسي أنا معناها مستحيل إذا كان ما اعتذرتش حركة النهضة وكتلتها وجميلة الكسيكسي أنه الجلسة العامة نتاع نهار الأحد تصير. شوف اللي نطمنك فيه أنه البرلمان سيشتغل والجلسة العامة وحتى حد ما عنده الحق باش يعطل مصالح التوانسة وحتى حد ما عنده الحق باش يعطل الدولة التونسية. هذا نأكده لك، هذا كله بعض الشو بعض الواحد وسيمر. موقف التيار من اللي صار في البرلمان شنو اليوم حتى عبير جلاسي؟ شوف احنا في وقت من الاوقات قالوا لنا مشيوا للمعارضة انستكم بالدستوري الحر، احنا ما نحبوش نكونوا في حكومة عاجزة رئيس المجلس اليوم على التعامل مع قلة الانضباط والنزعة الفاشية لدى هذا الحزب. حتى الحل اللي خرج مكتب المجلس رغم اللي احنا ممثلين فيه يظل ناقص، ما نحطوش كيف اللي تلاسن مع زميله وتصير كلهم في البرلمان مع اللي تهجم على زميله ومع اللي اعضاء في حزبه مارسوا العنصريه على زميله. مره اخرى نحس كانه رئيس المجلس باقي يتصرف مشيش يقولوا عليا ولا على خاطر رئيس مجلس. هو اليوم شنو ينجم يعمل مثلا رئيس المجلس اذا كان تشوفه انه تقصير اللي عامله؟ شنو ينجم يعمل؟ فصل 48 يسمح له حتى يمشي القوى العامه كان يحب. هذا برلمان بلاد، واحد معتصم في برلمان بلاد، احنا مهدين انه ميزانيتنا ما تعداش عن اربع ايام في ديننا كان مانيش غلط. هالسكوت والتساهل مع هالشعبويه العاتيه على الفاشيه راهو مش مقبول. معارضه ولا حكومه احنا ما نخليوش الشيء هذا يتعدى، موقفنا واضح في علاقه بالشيء هذا. يظل نسكروا باب المزايدات من الناحيه هذه ونرجعوا للي بيه الفائده. فما سؤال سي محمد شد صحيح باش نجاوب عليه حتى في الاوف. اي قلناها واكزامبل وانا رايا ذا من ذا نقول به الرايا ذا. احنا كنا نستبقوا من حركه النهضه انه تسمي شخص اللي ما ينجمش يكون على قدر المسؤوليه ذا. سميت واحد في وسطها باش نوري التوانسه الكل في وسطها فما عباد تنجم تخدم نجم نخدموا مع بعضنا ينجم يكون قادر على المسؤوليه ذا. في ظرف النهضه بعد خمس سنين هذوما محقين ومصرين يكون فما رئيس حكومه مستقل، واذا كان فما حاجه في الاتجاه هذا ديما تقعد ايجابيه. كان بالامكان نربحوا شهرين وعلى قد ما تحملنا مسؤوليتنا كتيار ديمقراطي وكحركه شعب وخرجنا من الموقع الطبيعي نتاعنا. نذكر موقع طبيعي رغم اللي هو مش باهي، مش كل المواقع الطبيعيه باهره. موقعنا الطبيعي حركه نختلف معها سياسيا واقمنا حملتنا الانتخابيه في تعارض واضح مع انجازاتها، لا نقول لا مع فكره السياسيه لا مع الايديولوجيا نتاعها، مع انجازاتها او غياب انجازاتها طبيعي نكونوا في معارضتها. التقطنا اللحظه ونذكر راهي 13 اكتوبر اللي هو تفويض لا للنهضه لا للتيار لحركه الشعب الحكم وحده بطريقه متفاوته. جميع مرشحين ما كانوش في الدور الثاني في الانتخابات الرئاسيه. كانت فما لحظه الشعب التونسي قرر فيها انه يقضي على المستقبل السياسي لرجل بالنسبه لي يختزل كل حاجه خايبه في هالديمقراطيه الناشئه، فلوس التلفزه، شبهات الفساد، التعامل مع الاجانب، اللوبيينغ الخايب. الرجل هذا خسر 2019 2024 بالهزيمه النكراء اللي جاته في 13 اكتوبر. مع هذا لم نتلقى ولو رساله رانا نحب نبنيو مع الشعب والتيار، بل تلقينا رسائل نتاع قسمه شعب وتيار. بل وحسينا في وقت من الاوقات الكتله الديمقراطيه اللي عملناها قلقت ما فرحتش. أنا ناوي نبني مع الشعب والتيار كي تلموا الشعب والتيار اللي هما مختلفين ولو كما نجيت مختلفين راهو الشعب ما هو الشعب والتيار مش تيار، أنا في حزب واحد. كي يقربوا لبعضهم يعملوا كتلة مع بعضهم وأنا نحب نحكم معاهم، هذه خطوة إيجابية. رينا برشا حذر من هذه الخطوة وبرشا تساؤلات على الخطوة هذه، بل ورينا أيضا محاولة أنه نعملوا مسار مع التيار ومسار مع الشعب. ما رينا في حتى وقت
احنا في الثقافه نتاع احراق المراكب احنا ممكن الاسطوره ذي تعشت فينا برشا. ما تصورش حتى قائد عسكري يحرق مراكبه بالمناسبه ولا يكون غبي وما نجمش ينجح في الـ في الـ في الـ في الغزوه نتاعو. ولكن ماذا بينا رينا اي بعض احراق المراكب انه يد ممدوده للتيار وللشعب وهي تنبنيو مع بعضنا وعملنا اكثر من بادره في السر وفي العلن. النتيجه انه لليوم باش نختم بهذا لليوم لم نتلقى ردا علاش الوثيقه السياسيه تربطها حركه الشعب مش متوفره. فما الاحبار مقصوص فماش ورديناتور باش يكتب الكاتبه غايبه. ولليوم زاده خلينا نخرج شويه من الهزل اكثر جد شنو هو اللي يمنع اللي قالوا جوهر واللي قالوا هيكل يقول في برشا عباد اعطيني حجه باش التيار ما يخش. شنو هو العيب في التيار الديمقراطي يتولى مهمة وزارة الداخلية؟ شنو هو العيب؟ معناه خايبين مجرمين باش نستعملوها ضدك حقكم. اذا كان احنا بالحق مش قادرين على هذا يا اما فما عجز منا على تحمل هذه المسؤولية والا التخوف انه احنا نسيء استعمالها. فما كاننا مش في المعارضة فقط فما كاننا في السجون كما غيرنا الذي اساء الاستعمال. وان شاء الله يجي نهار من نهارات ما يكونش عندنا مرشح لدور ثاني في الرئاسيه ورئيس حكومه متخلي يقولوا لبعضهم يا انا انت في الحبس. محمد ما حكيناش برشا على البرلمان لكن علاش اعتبرت بانه اللي صاير اليوم في البرلمان ليس بمعزل على البلوكاج وهالتجاذبات اللي قاعد يمر به مساء مشاوره التشكيل؟ يعني شنو الصوره اللي باش تخرج للناس وللبلاد وللسياسيين وشنو اللي باش يشجع السياسيين انهم يمشيوا في مسار كما كان يقول جوهر قوي وندفعوا القدامى وهم يشوفوا في البلوكاج قدامهم غادي في البرلمان؟ طبعا هذا باش يزيد يعقد المساله ويعطي صوره سيئه جدا للناس وللناخبين اللي يختاروا النواب هذوما. يعني متعمد اللي صار في البرلمان؟ اكيد متعمد من البدايه وانا ما تفاجاتش به على كل حال. يعني انا متوقع باش يقع من البدايه وحكينا فيه وقلنا راه باش تعمل هذا الفصيل سيفعل هذا واكثر منه. وراو اليوم جات على كلمه كلوشارات راهي مجرد سبه وباش تتلاها ربما هي كانت تنتظر في اي فرصه باش تعمل ما فعلت. والحديث على انه ممكن نتخذوا اجراءات لا انا ادعو الى الانتباه هنا لانه الطرف هذايا القوى العامه قاعد يلوج في سبه ومحضر التلفزات العربيه اللي تبع فيه 24 هذا باش تولي في نقل مباشر وتنتظر في اي واحد يدزها باش تطيح وتجيب لامبيلونس ونعملوا الفيلم هذا كله معروف وفي بالنا به. وقلنا من البدايه وقلنا هذا الطرف يعني انا له دستوري لانه يعني لو كان باش ترجع للتساترا راهو المؤسس نتاعهم اخوانجي مؤسس حزب الدستور هو الشيخ عبد العزيز السعالبي اللي هو اب الهوي في تونس وهو زيتوني والاخوانجيه يعني النهضويين يعتبروه احد الاباء المؤسسين. ما هو الجد المشترك يقولوا شكون الجد المشترك؟ تي حزب الدستور مؤسسو عبد العزيز الثعالبي تي راك انت مسمي اسمك على حزب نتاع مؤسسو خوانجي بالمنطق العام ربما لكلمه اخوانجي. اثنين ماهيش تجمعيه حتى في التجمعين فما ناس اهون من هذا بكثير. هذا الشق المجرم في التجمع هذا الشق اللي دفن الناس في الجسور والى حد الان لم يعتذر وهو يطالب الاعتذار. جيده ثقافه الاعتذار ويا ليت نتحلى بها الكل. وبالمناسبه اذا كان اخطات لاي واحد فيكم في المنبر هذا انا اعتذر يا سيدي ما فما حتى مشكل. ولكن ثقافه الاعتذار لازم تكون ثقافه مش حاجه نستعملوها وقت اللي نحبوا نحن. اذا كان اخطات في حقك تطالب الاعتذار وانت اخطات في حق شعب 23 وانت تحكم وتمجد في نظام يعني عذب التوانسه قتل التوانسه تحت التعذيب دفنهم في الجسور. احنا الى حد الان فما جثث ماناش عارفين وين مدفونه. فما عائلات تحب تدفن اولادها الى حد الان ورغم ذلك معناتها ما تمكنتش والاطراف هذه لم تعتذر هي تطالب بالاعتذار بـ 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 باي منطق. انا اعتقد انه هذه الحاله يجب التعامل معها بكثير من الحذر لانه المشروع مشروع تعطيل وهذا المشروع ماهوش تونسي فقط عنده امتدادات في الثوره العربيه المضاده وقاعد يشتغل منذ مده ولذلك قلت ما يجري في البرلمان وما يجري ربما في جزء منه في البلاد راهو ماهوش بعيد على هذا. واضح سي جوهر ما يجري في البرلمان؟ شوف ما يجري في البرلمان انا بيدي ما فاجانيش وكنت اتوقع ومنتظر ومن اليوم الاول مش جديد انه هذه يعني النائبة تعرفوا كلمة النائبة عندها برشا معاني
هذه النائبة يعني ذهبت إلى هناك في مهمة ودخلت البرلمان في مهمة، وكانت تنوي في البداية أن تكون لها كتلة أكبر قليلا حتى تمارس خطتها بشكل يعني أكثر فاعلية. كانت تتمنى يكون عندها 30-40 نائب، مهمتها الوحيدة هي تخريب العملية السياسية، تخريب العملية السياسية والدمر، ردم العملية الانتقالية، هذه وظيفتها. أنا سمعت اللي هي معنى اتهمتني أني لا أنا شخصيا أني نخلص من نعطي فيك في فلوس اللي أنت تخلص فيها باش نسب عبير موسي. ساعة مرة أخرى نحب نوضح راه للناس مش هي أنه أنا متطوع واللي عنده واللي مسبق لي حاجة يتفضل وأكدوا ذلك. المسألة الثانية اللي فعلا قاعد يخلص، هو قال لي قاعد يخلص من خنازير الصحراء لإفساد الخضراء، هذا اللي قاعد يقع. فما ناس اليوم عبير موسي وحزبها وجماعتها ومن لف لفها ودار بدائرتها، هذوما أعوان البترودولار، أعوان البترودولار مهمتهم كما خربوا سوريا، كما خربوا اليمن، كما خربوا مصر، كما خربوا ليبيا، عيونهم الآن منذ أشهر وسنوات على تونس، يحبوا يخربوا تونس ويحطوا في المليارات من أجل هذا. أنت في بالك لما تعمل اعتصام نائبة في البرلمان، قناة العربية يعني جاية متطوعة تخدم في حرية الإعلام وحرية الرأي والتعبير، تتبع فيها عملت لها أكومبانيومون يعني كورا كور، تتبع فيها لأنه هذه أجندة كاملة تخدم عليها وسائل إعلام، تخدم عليها قوى سياسية داخلية، تخدم عليها قوى أجنبية، قوى خليجية، أموال تبييض أموال كبير قاعد يقع عن طريق السياسة في تونس عبر هالقنوات هذه. أنا أعتقد أنه على رئاسة المجلس أن تتحرك، عندها الضابطة العامة، عندها الضابطة العامة اللي تمكنها وعطاها القانون الفصل 48 من النظام الداخلي، يقول أنه رئاسة المجلس تتخذ كل التدابير الضرورية لحسن سير العمل البرلماني. يعني القانون محصرش شنو يعطيها كيما كان حتى ال 24 ساعة وبعد يزم تعتذر، هذه مقابلة يا أخي في نهاية الأمر فما عركة بين زوج نايبات، بين نائبة ونائبة ونائبة شعب، اش دخل توقف أعمال المجلس؟ ثم يعني أنا نحب نعبر زادة على كل تضامني مع النائبة الكسيكسي على كل الحملة الحقيرة والمقرفة اللي تعرضت لها، لحملة يعاقب عليها القانون، وننتظروا في تحرك عاجل للنيابة العمومية في علاقة بال يعني النعوت العنصرية والتمييز العنصري اللي سمعناه، معنى أمر مقرف ومقزز بكل المعاني. لكن على رئاسة المجلس أن تتخذ كل التدابير اللازمة لضبط هذه المسألة. ملاحظة ثالثة، هذه هي طبقة، هذه جزء من الطبقة السياسية وجزء من النواب داخل للعملية السياسية وداخل للانتقال الديمقراطي وداخل للبرلمان تحت سقف دستور 2014، تحت سقف الثورة، تحت سقف الشهداء، تحت دم الشهداء اللي سال في البلاد باش تنجم السيدة هذيك يكون عندها حزب وعندها رأي وعندها حرية وعندها كتلة وتنجم تتحرك وتولي تخرج في الإعلام. كانت مجرد يعني تشد البندير البن علي صباحا مساء ويوم الأحد، هذه دورها. كانت تفسد اجتماعات المحامين وكل المحامين يشدوا بهذا، كانت تفسد اجتماعات بنفس الأسلوب وبنفس يعني الفظاظة. هذه داعشية، امرأة داعشية بأتم معنى الكلمة، داعشية ترفض الدولة التونسية ما دام تحكمهاش ما تقبلهاش، يا نحكمكم يا نرفضكم يا نرفض الدولة، ترفض الدستور اللي تخدم تحت سقفه، ترفض المسارات، ترفض كامل الطبقة السياسية، ساعة كامل الطبقة السياسية ترفضها، ترفض المسارات اللي صارت بعد 2011 الكل رفضتهم. فما ناس رافضين الشيء هذايا، فما دواعش اليوم متحصنين في الجبال يرفضوا الدولة، يرفضوا الدستور، يرفضوا الطبقة السياسية، يرفضوا المسارات اللي قاعد يبني فيها الشعب التونسي.
فقط هم متحصنين بالجبال ويضربونا ضربة يعني ساعة ساعة بأسلوب الذئب المنفرد، يجوا يعملوا عملية إرهابية جبال، وهي نفس المنطق الداعشية متحصنة بمؤسسات الدولة، متحصنة بالجمهورية الثانية، متحصنة بحرية اللي مكنتها منها الجمهورية الثانية، حتى تضرب البلاد وتضرب تونس ضرب القطيع مش ضرب الذئب المنفرد. ما تنجمش تضرب ذئب منفرد، تضرب ضرب القطيع. وريناهم في البرلمان كيفاش يتحركوا تحرك القطيع. يا أخي مش معقول أنه نشوفوا الشيء هذا يتواصل في البرلمان. نعم. مش معقول أنه ناس يعني باردية بأتم معنى الكلمة نعطيهم ألتيماتون باش يفضوا اعتصام فوضوي بالطريقة هذه يعطل مصالح الناس. حاب نقول التوانسة إذا تتواصل المسألة هذه راهو بالفعل وقتها شاريكم مش تخلط. إذا ما يتمش المصادقة على قانون المالية وتتشبث هذه باعتصامها وبغلق منافذ البرلمان وقتها مالية البلاد مش تقف، الشهاري مش تقف، الريتريت مش يقفوا، وستكون هي المسؤولة على هذا. شكرا جوهر بن مبارك، شكرا لك أستاذ هيكل المكي، شكرا لك محمد عربي جلاسي، شكرا محمد حمروني. هكا نوصل لنهاية موعدنا الأسبوعي، نهاية أسبوع موفقة للجميع، إلى اللقاء.